أيها الأحرار العرب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدراما الحقيقة في لحظة بيسموها لحظة الحقيقة أو العقدة الدرامية. في اللحظة دي في الدراما البطل بيكتشف الحقيقة ويعرف يفسر الأحداث ويعرف يربط الحاجات ببعضها. غالباً بتكون اللحظة دي هي اللحظة الصادمة أو بتكون فيها موقف إنساني صعب جداً. بطلنا الليلة اللي تعرض لموقف إنساني ربنا يكون في عونه هو بطل مش عادي، مش من عامة الشعب. بطلنا الليلة دي نجم لامع في سماء الرياضة، هو من الطبقة اللي بيسموها كريمة المجتمع. البطل كان بيقضي أجازته في الساحل الشمالي في مصر. هنا بقى حصلت العقدة الدرامية، لأمر ما اضطر ينزل على ملا وشه عشان يكتشف الحقيقة بعد 8-9 سنين. خلونا نسمع إيه اللي حصل للبطل في الفيديو ده. تاني صباح الفل. أول امبارح أنا كنت في الساحل، جالي تليفون إن حماية عيان جدا. حماية أصلا راجل مريض كانسر وتعب، جاله بقى مشاكل في قلبه، جلطة في الرئة وقصص كتيرة يعني، فما يعني حالة مش سهلة. المهم نزلنا مصر، خدناه على المستشفيات، مفيش تخيله مستشفى راضية تستقبله. بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن مفيش دكاترة، الدكاترة في أجازة. والدكاترة في أجازة، دكاترة مش موجودين. تخيلوا إن مصر قطاع طبي ناس دكاترة معظمهم اللي هم حتى اون كول بيوصوا الدكاترة الصغيرين إن هم ما يبعتوا لهمش يعني في شغل في العيد عشان هم في أجازة. ده اسمه كلام. الراجل لفينا بيه يعني، ولغايه ما كلمنا راجل صاحبنا عنده مستشفى محترمه يعني في مدينه نصر، ودخلنا له عنايه مركزه. استخيلوا ان الناس ممكن تموت عشان الدكاتره في اجازه. اوكي، اولا الف سلامه على حمى الكابتن احمد حسام ميدو، وخالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لحماه وربنا يطمنكم عليه. انما اللي لفت نظرك او اللي لفت نظرك في الفيديو ده أن ميدو واحد من ألمع نجوم مصر، شخصية مش عادية. بيقول دلوقتي اللي بقالنا سنين إحنا بنقوله، أن القطاع الطبي في مصر فاشل فاشل. ميدو أعتقد أنه هو بريء من تهمة أنه إخوان، وبريء من تهمة أنه معارض ولا علاقة له بالسياسة، ومؤكد مش عايز يسيء للبلد. إنما ميدو بيتكلم من رحم المعاناة اللي بيعيشها ملايين المصريين. ميدو ما راحش مستشفى عادي ولا أي كلام، ولا بيدور على أي علاج على نفقة الدولة. ده راح مستشفيات كبيرة زي دار الفؤاد، أو حسب ما الخبر ده هو اللي بيقول. الموجز دار الفؤاد ومستشفيات كبيرة رفضت تستقبل حالة حماية أحمد حسام ميدو. القطاع الطبي في مصر مهزلة، ده اللي نقل الموجز مش أنا. تخيلوا بقى، تبقى للموجز دار الفؤاد ومستشفيات كبيرة رفضوا يستقبلوا حماه. لحظة، احنا مش بنتكلم عن مواطن بيجيب واسطة عشان يحجي السرير، احنا بنتكلم على نجم كبير له علاقاته، هو الوحد وميدو مؤسسة علاقات عامة، قدرات مالية ربنا يديله ويزيده بعد ما لعب في أوروبا وخاض مسيرة كبيرة جدا. خلينا نتعرف على أحمد حسام ميدو. آيكس حقيقة يعني في الدوري الهولندي، خد معاه كاس هولندا، درع كرايف، لعب مع الزمالك أخد معاه كاس الكؤوس الإفريقية، لعب في المنتخب أمم إفريقيا 2006، أفضل لاعب صاعد في الدوري البلجيكي في موسم 2000-2001، أفضل لاعب مصري صاعد في موسم 2000-2001، أفضل لاعب إفريقي صاعد في موسم 2001-2002، لعب للزمالك، جنت البلجيكي، آيكس الهولندي، ليوجو الإسباني، مارسيليا الفرنسي، روما، توتنهام إلى آخره يعني، ويجن، وستهام. الرجل ده مش واحد عادي، الرجل ده حضرات بعد مسيرة كروية حافلة اختاروه كأغنى واحد من اللاعبين العرب بثروة قدروها في الوقت ده ب60 مليون دولار. ده
الخبر اهو، فوربس الامريكيه ميدو اغنى اللاعبين العرب بثروه 60 مليون دولار. في مارس 22 كتبوا انه لن تصدق راتب ميدو الشهري من قناه بي ان سبورت، وقالوا اهو ان الراتب بتاعه يصل الى 50 الف يورو في التحليل، قصدي يصل الى 70 الف يورو شهريا. ربنا يديله. ميدو كمان مش لاعب عادي، لكنه كمان بعد ما خلص رفض تدريب المنتخب الاولمبي مقابل 180 الف جنيه، لانه مقابل ضعيف زي ما قال ميدو. ولكن انت النهارده كابتن شوبير انت بتتكلم النهارده ساعتها يعني عرضوا عليا مرتب 180 الف جنيه. فقلت لهم مين المدرب اللي يرضى ان هو يشتغل بس مدرب منتخب مصر الاولمبي؟ انا ساعتها كانت بالنسبه لي، كنت بالنسبه لي صعب ان انا اقبل بالرقم. يعني العقبات الماديه، المقابل المادي ولا الوفد؟ هو الوفد، خاصه ان انا كنت في الاعلام ساعتها بتقاضى رقم كبير جدا. لو قالوا لك دلوقتي فعملت، فقلت اكمل حركه، انا اسف على كلامك. فقلت للمهندس هاني، قلت له بص انا عندي فكره، تمام؟ انا بتقاضى في الحته اللي انا شغال فيها 50,000 دولار، تمام؟ انا هشتغل مدرب وسيبوني اطلع مره في الاسبوع في الميديا، تمام؟ وهدي اتحاد الكوره 50% من مرتبي كمان، ايه رايك؟ فرفضوا. رفض، قالوا لي ان عشان احنا لسه قايلين لو تعرض عليك الرقم تاني هتوافق كمدرب؟ لا برضه، لا ربنا يديله ويزيد كمان وكمان. انما الراجل احنا بنتكلم قصدنا من القصه دي انه ده راجل ما هوش عادي، وقدراته الماديه مش عاديه، امكانياته الماليه مش عاديه. اما عن علاقاته وقربه من اهل السلطه والمال فما بقولكش بقى، لانه على علاقه بكبار رجال المال والاعمال منهم البوب الكبير، يعني ولا صلاح نفسه مش مصدق. خد الخبر ده في سبتمبر 2018، السيسي يكلف ميدو برئاسه مشروع 1000 محترف زي صلاح والنني. خد الخبر ده في 20، ميدو وزيدان مع نجيب وأنسي ساويرس يعلنان بدء تأسيس فريق الأحلام أو الحلم بالدوري. يعني في النهاية حضرات أنتوا قدام حد مش بسيط. السؤال بقى اللي يجننك، إزاي واحد زي ده في بلده بيعاني عشان حقه في علاج حماه؟ وليه الناس مش بتتكلم غير لما تتقرص، غير لما يجي عليها الفساد والإهمال والتقصير، غير لما هم نفسهم يبقوا في الأزمة؟ أما الأخطر بقى إذا كان ده حال ميدو بدايرة علاقاته دي بأمواله، ربنا يديله. أمال حال الغلابة في مصر اللي معاش لا فلوس ولا علاقات ميدو تبقى إيه؟ عايز تعرف؟ في ملايين في مصر مرمين قدام المستشفيات بالساعات وبالأيام منتظرين دورهم ويتمرضوا، يا بدل ما يتعالجوا بيمرضوا. فاكرين الفيديو اللي عرضناه هنا من كام يوم في صوتك واصل، مقلب زبالة في الزقازيق قدام مستشفى الصدر، ووقفنا في البرنامج ده في الديكور ده وقلت لكم شوفوا الناس دي قاعدة قدام المستشفى ازاي. خلينا نشوفوا كده اهو المنظر. مقلب الغار اهو هناك اهو، على 400 متر واقل من 400 متر، ويمكن الدخان ظهر في البيت، تمام؟ ادي مستشفى الصدر اهي، مستشفى الصدر بتاعت الزقازيق، مستشفى الصدر بتاعت الزقازيق، والناس قاعده، الناس قاعده معاها حالات، الناس قاعده وقاعدين بره اهو، حالات لحالاتهم، الناس قاعده لحالاتها، معاهم حالات جوه تعبانه، الناس قاعده معاها حالات جوه تعبانه، الناس معاها حالات جوه بتموت. ده حال الناس العادية بقى اللي ما عندهاش لا فلوس ولا علاقات ولا أي حاجة. على كل حال ميدو قال إن المستشفيات رفضت تستقبل حماه لأنه الأطباء بيعيدوا. ائتلاف الأطباء رد على ميدو وقال له الكلام ده. الصفحة الرسمية لائتلاف أطباء مصر برلمان الأطباء، الدكاترة مش في أجازة يا كابتن، الدكاترة طفشوا على الخليج وأوروبا، مفيش حد موجود عشان تحاسبه، ولو حاسبت الموجود مش هتلاقيه بياخد حاجه تحاسبه عليها. الاولويه دلوقتي للكباري والعاصمه يا كوتش، محدش فاضي للصحه والتعليم، كله رايح في الخرسانه. بس انت طبعا هم كاتبين كده هتعمل عبيط في الحته دي. طب اقول لك حاجه، احنا ما عندناش وزير الصحه من يجي سنه، قعدوها في البيت لضلوعها في قضيه فساد ورشوه، تقدر تحاسبها؟ طب تقدر تحاسب اللي مش عايز يحاسبها؟
ده ردا على كلام ميدو انه كل ما يروح مستشفى يقول له الدكاتره بيعيدوا. خلي الائتلاف. ائتلاف اطباء مصر رد عليه وقال له مفيش دكاتره يا كوتش. هات الائتلاف. قال له احنا عندنا قطاع فاشل يا كوتش. قال له الفلوس كلها الاولويه دلوقتي رايحه للكباري والعاصمه يا كوتش والخرسانه وما تعملش عبيط. اقول لك حاجه، ما عندناش وزيره صحه من يجي سنه. قعدوها في البيت لضلوعها في قضيه فساد. تقدر تحاسبها؟ طب تقدر تحاسب اللي مش عايز يحاسبها؟ وقف بقى هنا. السؤال بقى يا حضرات، بعد 8 سنين فين بقى منظومه التامين الصحي الشامل اللي قبضوا وبيقبضوا على حسها فلوس قد كده وضرايب وخصومات؟ فاكرين منظومه التامين الصحي دي السيسي في 2019 قال عنها ايه؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايمانا منا بحق كل مواطن في الرعايه الصحيه المتكامله وفقا لاعلى معايير الجوده وتحقيقا لحلم طال انتظاره ومن اجل مستقبل يستحقه ابناء هذا الوطن العظيم، وانطلاقا من مدينة بورسعيد الباسلة أعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية. ده الكلام ده في 2019. حق كل مواطن في إنه يتعالج. ده كل مواطن، مش بس حمى ميدو، حق كل مواطن. النهارده فين حق كل مواطن؟ تعال نشوف دار الفؤاد ردت قالت ايه. مستشفيات دار الفؤاد دائما بتسعى لراحة وسلامة المريض، وعشان كده دار الفؤاد 6 اكتوبر اول مستشفى في مصر تحصل على اعتماد الهيئة الدولية لاعتماد المنشآت الصحية GCI بامريكا سنة 5، وقدرت تحصل على إعادة الاعتماد المرة السادسة على التوالي، وفي فرع مدينة نصر. فقد قدرنا في 3 سنوات إنجاز وحصلنا على كذا في زمن قياسي، وسلامة المريض هو هدفنا. أي الموضوع إيه يعني؟ أيوة، الرد فين يعني؟ فين ردكوا على ميدو؟ فين الرد على ميدو؟ فين الطب؟ فين القطاع الصحي في مصر؟ فين بقى اللي قال لك في بورسعيد حق كل مواطن في التأمين الصحي؟ التأمين الصحي الشامل ده السيسي خد من الناس فلوس قد كده عليه، فين هو؟ ومن قبل تاريخ 2019 ده وزير المالية بيقطع من رواتب المصريين على حس منظومة التأمين الصحي الفاشل، سوري الشامل. أهو في إبريل 2019 رسمياً المالية تقدر احتساب رسم التأمين الصحي على إجمالي إيرادات هذا العام. حسمت وزارة المالية الجدل الدائر حول آلية احتساب المساهمة التكافلية إلى آخره، يعني أنه من المقرر تحصيل قيمة المساهمة التكافلية والبالغة 0.25% من إجمالي الإيرادات السنة للشركات كجزء من قانون التأمين الصحي. يعني بتهبد فلوس من 2019. فين بقى الإنجازات والدعاية اللي مالية الدنيا عن منظومة الصحة في مصر؟ فين؟ في 2022 طلع مدير التأمين الصحي الشامل للمواطنين قال لك 3000 خدمة طبية تقدم للمواطنين المشتركين بالمنظومة الجديدة. 3050 خدمة طبية يا صلاة النبي. إيه بقى؟ ما بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومش عارف معاينات بصرية وسمعية وعلاج أسنان وأغذية، حاجة ولا في أوروبا يا راجل. الباز أفندي نفسه طلع وقال لو السيسي ما عملش أي حاجة غير إنه قضى على فيروس سي يبقى كفاية. أحد منهم معرفش الباز أفندي، نسمع كده أهو. لو السيسي ما عملش أي حاجة غير إنه قضى على فيروس سي لكفاه، كفاه على وشه. إنما السؤال الأهم بقى والغريب، فين المسؤول عن الصحة؟ صفحة ائتلاف أطباء مصر قالت إحنا عندنا وزيرة اسمها جاف قضية فساد ورشوة وبقالها سنة محدش عارف يحاسبها ولا بتيجي. تقدر تحاسبها؟ طب تقدر تحاسب اللي بيحاسبها؟ فين وزيرة الصحة اللي بتخرج وتختفي من حين لآخر زي اللهو الخفي كده؟ وآخر مرة كانت ظهرت في الأوبرا
في حفلة بتاعت الأستاذ نصير شمة، ظهرت وانبسطت واستمتعت واستكنيصت. خدت بالك من حاجة في الخبر ده؟ بيقول لك إنها مستقيلة. طب فين الاستقالة؟ طب إمتى استقالت؟ طب ليه ما حدش أعلن رسمياً إنها استقالت؟ طب ليه ما تعينش مكانها حد وجا بدلها أدى القسم قدام السيسي وقال أقسم بالله العظيم كوزير صحة؟ وإيه السر إصرار السيسي عليها؟ مليار سؤال يا راجل. فعلا زي ما بيقول ميدو، منظومة الصحة في مصر بايظة وفاشلة، إدارة ومراقبة ورعاية، محدش بيتكلم، محدش بيتكلم غير لما دوره يجي. مش بس في الصحة، ده في كل حاجة، في كل حاجة. قلنا إنه ميدو من كريمة المجتمع، أنا هوديك كريمة تانية. هديك مثال كمان سريع عن كارثة عملتها شركة في كريمة المجتمع، شركة إعمار الإماراتية اللي عملته في مشروع اسمه مراسي، لما قررت إنها تعاند الطبيعة وتعمل بيزنس مرسى يخوت بدل ما تطور الشاطئ، كانت النتيجة كارثية. واللي دفع ثمنها برضو كريمة المجتمع اللي بدأوا يحسوا بخراب إدارة العسكر. حد كاتب عن اللي حصل في المراسي دي، البوست اهو، هتسمعوا قصص كتيرة الفترة الجاية عن اللي حصل في مشروع مراسي التابع لشركة إعمار وتدميره للطبيعة البحرية في خليج سيدي عبد الرحمن، واحد من أجمل شواطئ الدنيا اللي مش هتقدر تقوله الصحافة لأنه المطور نفوذه قوي جدا. بيقول لك إنه هو اللي بيقول إنهم بيطوروا مشروع مراسي تم بطريقة بتزيد النحر في الخليج وتمنع حركة المرور وتراكم ودوران رمال الشواطئ عند كل المشاريع المحيطة، بس النحر كان معدله بطيء، فالموضوع خد سنين عشان المشاريع تبتدي تحس بالكارثة في شواطئهم. لابد ما تاخد إجراءات دعم وحماية للسواحل من التغيرات المناخية. عملنا بقى اللي يزود الطينة بلة، التسارع زاد بشكل رهيب لما إعمار قررت تعمل مرسى وميناء يخوت في مخالفة لتراخيص المشروع الأصلية. الميناء ده تطلب ردم وتدبيش وحفر لأعماق داخل حرم البحر. الميناء تسببت في كارثة بحرية في سيدي عبد الرحمن، وقرى زي الدبلوماسيين وجيرانهم اكتشفوا ان تيارات المية ما بتعملش عملية تدوير للرملة اللي بتسحبها بشكل عنيف. حتى شواطئ مرسى المراسي نفسها حصل فيها نحر، وطبيعة الشاطئ الفيروزي برماله الناعمة بتتغير. وده ايه؟ ده المفروض انه اغلى سعر متر في الساحل. وقال لك جاء واحد بقى من عينة برقابتي يا ريس، قال لك الموضوع مش مكلف حاجة، احنا نروح نعمل ايه يا معلم؟ حل رخيص قوي، احنا ناخد دبش وشوية نواتج حفر الميناء عشان يزودوا مساحة الشاطئ ونردم عليهم، نحط عليهم رملة ناعمة على اساس انهم حلوا مشكلتهم وكده خبوا الجثة. لكن الطبيعة كانت غاضبة وما ادراك ما غضبها. عملت الطبيعة بقى الموج يجي واخد الرملة اللي فوق رد ويتعرض دبش والاعتداءات المستمرة مانعة الطيارات من تجديد الرمال. واغنى واقوى ناس نفوس في مصر صحيوا على المنظر ده اللي يخلي شواطئ بلطيم وجمصة احلى وانعم واكتر امان، والجثة والفضيحة بقت اكبر من اي نفوذ يقدر يداريها ويصلحوها داخل مشروعهم حاليا بتكاليف اكبر. دلوقتي حرفيا في عركة في خمارة، وكل الاطراف رفع الكراسي على بعض، كل الاطراف اقوية وصوتهم عالي. القرى اللي مضرورة حوالين مراسي، ملاك مراسي نفسهم اللي دافعين اضعاف قيمة، منهم بقى جايب هو اهو هشام عز العرب مدير سي اي بي بنك، وخبراء مصريين وهولنديين بيصرخوا من اللي حصل، عسى ان حد يسمع كلامهم. ده في قرى بتاعة الاغنية، يعني دول بقى كريمة الكريمة يا معلم، وشاريين بفلوس كتيرة جدا. ورايحة فين؟ رايحة الدبلوماسيين. راجعة منين؟ راجعة من مرائية، مش عارف بتعملي ايه. المهم سيدي عبد الرحمن راحت الامارات، جت عملت مرسى اليخوت، نحرت الشاطئ كله. الامارات يا حضرات بتسيطر على كل حاجة، كل حاجة، مراسي، شركات، مصانع، كل حاجة، مستشفيات، اهاوي. وبرضو هيجي وقت هنفوق فيه زي ميدو كده وزي سكان مراسي كده
ونلاقي نفسنا مش في بلدنا. تخيل حتى القهوة والمكسرات الإمارات، بص المنظر ده، شاطئ بتاع الغلابة، آه بص اتفرج، ده النحر بقى اللي شغال، دي القرى السياحية، وادي النحر اهو بدأ يشتغل وياخد من، شوف شوف الشاليهات دي، على فكرة الشاليهات دي أبص اتفرج، حطوا بقى رملة ناعمة ودبش وزلط واعمل، لا 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 لا، هات بقى الشاليهات، هات الشاليهات، هات صورة الشاليهات من فوق، بص الشاليهات دي بقت على البحر ازاي يا عم، ما تثبت، هات الشاليهات، بص 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 البحر والشاليهات، يعني كمان سنتين ثلاثة تلاقي البحر هنا، دخل على ثلاث أربع شهر. تعالى بقى اتفرج على قصة النحر اللي حصل في الشواطئ ده، اهو صالح حافظ اهو بيتكلم عن النحر المروع الذي أصاب خليج سيدي عبد الرحمن وتبعياته ومواقع المسؤولية واحتمال التقويم، وعمال بقى يتكلم وبيكلم على التنمية اللي بدأت في الثمانينات بمنتجع الدبلوماسيين وإلى رأسه مش عارف إيه، وقعد يتكلم، وفي الآخر في نهاية 2020 بدأ العمل في مارينا مراسي، وقاموا بالحفر في الداخل وبنوا أرصفة ببروز داخل البحر، وبالمخالفة للمواصفات المنصوص عليها في الموافقة المشروطة لهيئة حماية الشواطئ صدر قرار بتوقف الأعمال، واثبت عشان أعرف أقرأ، بيد أنهم ضربوا بالقرار عرض الحائط واستمروا في العمل، كما ظهر تزايد غير مسبوق للنحر في الخليج وهو الشيء غير المتوقع لإقامة مثل هذا البروز. تدخلت القوات البحرية بكفاءة وحسم معمود لهم، وجاري دراسة الموقف اللي هو بقى بيتكلم عليها دي، اللي هي فكرة برقبتي يا ريس، اللي هو طب ما احنا نجيب دبش ونردم عشان نوسع الشاطئ. ادي القصة حضرتها، تصحيح الوضع من الصعوبة بمكان، ولكن تخفيف حدة الموقف ممكن وبتكلفة مرتفعة وتستغرق وقتا طويلا. الإمارات، حد يقدر افهم افهم خرب بيتي افهم، حد يقدر يحاسب الإمارات؟ الإمارات اللي استولت على كل شيء في مصر، آخرهم القهوة، الرجل اللطيف ده قال لك فاضل الإمارات أهاوي وسط البلد وكشر أبو طارق ونقول لهم مبروك عليكم مصر. شركة أغذية الإمارات تستحوذ على 60% من مجموعة عوف المصرية للقهوة والمكسرات. ناس كتيرة بدأت تفوق وتصحى على كابوس جمهورية الجنرال، إنما يا ترى هنلحق ولا لازم كل واحد فينا يجي عليه الدور ويتقرص عشان نتحرك؟ أشوفك بعد الفاصل. أهلا بكم، النهاردة كان بامتياز اليوم العالمي لذل الشعب المصري ومعايرته، ومن مين بقى؟ من الموظف اللي عنده مصطفى مدبولي، اللي ما سابش فرصة إلا واتكلم عن إزاي الحكومة مستحملاكم يا شعب، لا وإزاي مستحملاكم وشايلة مشاكلكم، ده انتوا مقرفين قوي وبتتحمل مكانكم يا شعب نمرود يا أكل ناسه. مدبولي الموظف عند المصريين بيكلم المصريين النهاردة وكأنه بيصرف عليهم من جيبه، يعني اختصاره يعني احمدوا ربنا انتوا عايشين في الميغة، احنا من ارخص 10 دول في العالم في سعر السولار، وارخص 20 دولة في سعر البنزين، واحنا شايلين عنكم كتير قوي وساكتين ما تقرفوناش. اسمع كده مدبولي قال ايه. انا عايز اقول ان بالرغم من الزيادة اللي حصلت امبارح، ما زالت مصر بتصنف بالنسبة لسعر السولار كواحدة من ارخص 10 دول على مستوى العالم، وبالنسبة لسعر البنزين واحدة من أرخص 20 دولة على مستوى العالم. طيب نكتب وراه كده يا شباب، هطلع ورقة وقلم كلنا مع بعض كده، بيقول لك يعني أرخص 10 دول في السولار وأرخص 20 دولة في البنزين، أوكي هندور وراك. طيب حلو قوي. مدبولي كمان بيقول لك احنا 178 جنيه خسائر يومية بسبب السولار بتاعكم، اللي انتوا قاعدين انتوا بتستحموا بالسولار ولا بتاكلوه؟ وان السولار ما اتحركش من 30 شهر، من 30 شهر. مدبولي 178 مليون جنيه خسائر يوميه بسبب السولار، وما اتحركش من 30 شهر. قوم بقى قوم ايه ربك رايد يفضح مبلولي،
وكذبوا انه الحكومه قال ايه شايله عن الناس والله، وقلبها على المواطنين البسطاء وبتراعيهم وبتدلعهم وبترضعهم وبتغير لهم، وهنلاقي البترول في الدنيا كلها سعره بينزل لغايه لما وصل النهارده 93 دولار تقريبا، ودي كثفه كبيره. شوف بقى كده اهو، العقود الاجله الشرق عاجل، العقود الاجله النفط الامريكي تنخفض 3 دولار وتسجل 93.30 دولار للبرميل. خبر تاني، دي خبر تاني، اسعار النفط عند ادنى مستوياتها في نحو 3 شهور. اوكي، تطلع بقى الست علياء المهدي استاذه العلوم السياسيه بتقول سعر البرميل البترول نزل من 120 دولار ل 94 دولار، ليه سعر البنزين زاد عندنا دلوقتي؟ المفروض ينزل، منطقنا غريب حتى في رفع الاسعار. نفسي اصحى من النوم الاقي سعره انخفض 2 جنيه مثلا، مكافاه من الحكومه للشعب الصامد، حاجه كده تسعدنا. يا دكتور، يا دكتور علياء، اه دكتور، تكلمي في ايه؟ احنا مالنا ومال السائل العالمي؟ بتقول لك نزل من 120 دولار البرميل ل 93، وفي الوقت ده الحكومه بتغلي البنزين. كمان طلعت الازرع الاعلاميه المارينوت عرايس السيسي عشان تخبط بقى تقارير واخبار ان مصر والمصحف ارخص دوله، ده احنا ارخص دوله في الشرق الاوسط في السولار، وده طبعا اللي عملته العروسه الكبيره اللي اسمها اكسترا نيوز. نشوف. تعد مصر الان من ارخص الدول في اسعار البنزين، فمصر الدوله رقم 13 من حيث انخفاض سعر البنزين، وسابعه من حيث انخفاض سعر السولار. فلتر السولار في مصر حتى بعد رفع سعره يعد ارخص من روسيا التي تعد من اكبر المصدرين للطاقه بالعالم، وارخص من الامارات والبحرين وقطر ومن دول المنطقه كلها بشكل عام. لما يجي لك واحد من البلد وانت ساكن في القاهره او اسكندريه ويمشي في اي حته كده في القاهره اسكندريه لك الواد ابن ابو صالح ساكن في هنا، تقول له هنا فين؟ يقول لك وبعدين يقول لك وانت ساكن في مصر بعيد يعني؟ فتقول له بعيد عن ايه؟ يعني ساكن في حته بعيده يعني؟ عن ايه؟ يعني انت لما تيجي تعمل قياس بتحط علامه على المكان، بعيد عنك؟ اه. بعيد عن شغلي؟ لا. فانت بعيد عن ايه؟ نتكلم في ايه؟ لما حضرتك تقول لي تعد مصر ارخص دوله بالنسبه لايه؟ فقال لك ارخص من الامارات، ها؟ يا راجل، طب وهل هو دخل المواطن المصري زي دخل المواطن الاماراتي؟ ما ده بقى اللي بقول لحضرتك عليه، لما حد يكلمك في موضوع ما بلاش تسلم بالمقدمه. انت الاول ناقش المقدمه. انت بتقول لي مصر ارخص، يا رب ارخص في البنزين من ارخص 20 دوله في البنزين، حلو جدا. بالنسبه لمين بقى؟ للمواطن في الامارات، جميل قوي. هل انا كمواطن في مصر بتقاضى شهريا او سنويا ما يتقاضى المواطن الاماراتي؟ لا، يبقى القياس بتاعك فاسد. فهمي نظمي لمعي. لما تقول لي ان انا ارخص من امريكا او من انجلترا في البنزين والسولار والحاجات دي، هقول لك وانا دخلي زي دخل المواطن الانجليزي؟ انما لا، هو يقعد ويجي واحد حمار لا يطلق عليه، مع ان الحمار حلو، انما لا يطلق عليه غير حمار، يقول لك والله العظيم تسود ده، ما هي مصر دي ام الدنيا، دي مذكوره في القران. يا عم انا مالي ومال القران، انا بكلمك انت بتقيس دلوقتي على ايه؟ على ان انا ارخص من الامارات؟ حصل. سعر البنزين ارخص من الامارات؟ ايوه. يا راجل ايوه، احلف ايوه، بس هل انت بقى بتقبض زي المواطن الاماراتي؟ لا. يبقى سعر البنزين مش ارخص خالص خالص. لما لتر البنزين يتجاوز 95 10 جنيه وانت بتقبض مثلا 15000 جنيه يبقى مش ارخص. يبقى سعر البنزين مش ارخص خالص نهائي نهائي. هي كده. صفحة مصر النهارده أو صفحة صحيح مصر طلعت ردت عليهم وقالت لهم إن ده تصريح مضلل ومصر مش أرخص دولة في المنطقة في سعر السولار ولا حاجة. أهو صحيح مصر عرضت قناة إكسترا نيوز تقرير عن أسعار الوقود في مصر بعد قرار الحكومة برفع الأسعار بنزين، الحقيقة إن مصر أرخص دولة في المنطقة.
أن هذه المعلومة غير دقيقة ومضللة. مصر ليست أرخص دولة في منطقة أسعار البنزين، ولكن تأتي في المركز السادس في قائمة أرخص الدول في المنطقة، وتسبق كل من إيران، ليبيا، سوريا، السعودية، الجزائر. وطبعا برضو المعلومات دي محتاجة لتأكيد، هل إحنا أرخص من الجزائر في البنزين؟ ده الجزائر دولة بترولية، ده الجزائر دولة بترول. يعني كلمني عن الجزائر بس ما أعرفش، بس لازم تناقش. وبحسب آخر تصريح مش عارف إيه، السوق الديزل هي إيران بقيمة 0.011، وتأتي ليبيا في المركز أرخص دول بالمنطقة. بس وقفنا ليبيا في المركز الثاني، وفي المركز الثالث سوريا. سوريا أرخص دولة في المنطقة في الغاز في البنزين، سوريا. وجاء سعر السولار في السعودية 0.168 دولار، وجاء سعره في الجزائر 0.197، في حين وصل سعر السولار في مصر قبل الزيادة 0.357، لتحتل مصر بينهم المركز الثامن من حيث الدول الأرخص فيه. وبرضو ده مش قياس، يعني حتى الثامن ده مش قياس. يا جماعة أنا بقيس على لما تشوف شقة، أنت رايح تدور على شقة فتلاقي الشقة بمليون جنيه، بمليون جنيه، فيجي واحد يقول لك يا نهار اسود مليون جنيه غالية جدا، وبعدين يجي واحد تاني بقى من طبقة تانية يقول لك مش عجباني قوي، طالما بمليون يبقى سعرها الرخيص زي يقلق، سعرها قلقني ليه؟ صب مليون. كل واحد هنا بيقيس على دخله كام، فانت ما تقوليش ارخص وانت ما قلتليش انا دخلي كام، انا عندي كام. احمد صقر بيقول اسعار البنزين في مصر اقل من السعر العالمي بس دخول الناس. اهو اسعار البنزين في مصر اقل من السعر العالمي بس دخول الناس في مصر اقل بكتير من متوسط. اهو ده اللي بقوله بقى، الدخول للدول التي تقارننا بيها. اسعار البنزين لسه هتزيد في مصر تاني، دي مش الزياده الاخيره. المفروض الحكومه والمجتمع يتخانقوا خناقه زي زياده الدخول وعداله توزيع الثروات في مصر بدل الهلك اللي مش مودينا اي حته. انا الصبح حاطط بنزين اللتر ب 2.2 يورو، يعني اكتر من 40 جنيه اللتر، بس ال 2 يورو بالنسبه لدخل المواطن الالماني يعني 2 جنيه. وبرضه الناس بتشتكي في المانيا جامد جدا، والحكومه عملت دعم عاجل 30 سنت من جيبها لكل لتر بنزين، كان مفروض يزيدوا كمان. اسمع بس، الماء هو بيقول لك هو في المانيا زود حط بنزين اللتر ب 2 يورو فاصل 2، خلاص؟ لو انت خدت الكلام ده على مصر تقول يا نهار اسود 2 يورو، هو اليورو بكام في مصر يا علي؟ ب 20؟ انا ما اعرفش بكام. فتقولي تخيل مواطن الماني راح حط ب 40 جنيه لتر بنزين، يبقى احنا ارخص ولا مش ارخص؟ لا سوري، اليورو عند المواطن الالماني يعني جنيه عندك رسمي. بس هو دي اللي بيسموها المغالطات المنطقية. يقول لك ده سندوتش في مصر، سندوتش في مصر مثلا بخمسة جنيه، بينما السندوتش في ألمانيا بعشرين جنيه. ليه يا عم؟ أصو بيورو. طب ما هو اليورو بالنسبة للألماني يعني جنيه عندك، يعني جنيه أنا أرخص منك. ومع ذلك الأستاذ ده بيقول، أستاذ أحمد صقر بيقول إن الحكومة إدت مش عارف كام سنت على كل لتر بنزين، يعني من جيبها كده للشعب، فانت ارخص ما تكذبوش. يعني عيب، عيب الكذب، عيب الشعب والمصحف الشعب كبر ووعي. بطلوا تتعاملوا على ان انتوا عايشين سنه 60، بقى في انترنت وبقى في ناس بتخش تسال. بطلوا تعاملوا الشعب على انه فاقد الذاكره وفاقد الوعي ومعوق واهبل. عيب، عيب. طالع يقول لك الحكومه، انا قلت لك ايه؟ أنا يشهد عليا الفيديو ليلة قبل ما يغلى البنزين هنا أهو، والفيديو موجود. قلت لك هو فرحك بالعشرة جنيه، وأنت يا معلم بقى شهيصت بالعشرة جنيه، وشوفوا العشرة جنيه ومعايا عشرة جنيه والولاد فرحوا بالعشرة جنيه. قلت لك خلي بالك السيسي لعيب. تاني يوم البنزين زاد وعدى العشرة جنيه. اللي أنا قلته ده بقى قاله مصطفى مدبولي النهارده. شوف انا قلته يوم ايه؟ يوم يا علي، يوم يا صالح، قبل ما البنزين يغلى بيوم، حلقه هنا وانا قاعد هنا على راي الاستاذ فؤاد المهندس على يدي
وانا قاعد هنا وقلت لكم بيضحك عليكم بالعشرة جنيه، وانتوا بصراحة يعني مش عايز اقول لفظ وحش، اتضحك عليكم بالعشرة جنيه وهوب راح لطشكوا في البنزين. تصدق بالله ان الكلام اللي انا قلته هنا ده والفيديو موجود اهو بالتاريخ، قاله مصطفى مدبولي النهاردة. اسمع مصطفى مدبولي ايه قال لك: الحكومة استغلت فترة الاجازة وهدوء الشارع لتأهيل المواطنين لزيادة الاسعار، اسعار المواصلات حتى يبدأ الاسبوع القادم وهو على علم بالزيادة الجديدة، ونطالب المواطنين بالابلاغ عن السائقين الذين يعني ضحكنا عليكم. يعني مصطفى بيه مدبولي قال اللي انا قلته، انت مش فرحت بالعشرة جنيه البس بقى. انا اهو الفيديو ده بتاريخ كام بقى؟ 12 يوليو. النهارده كام في الشهر؟ النهارده يطلع كام في الشهر؟ 14. ده قبل ما يغلى البنزين بليله. اسمع انا قلت لك ايه؟ يا فرحه ام الناس على 10 جنيه، مع ان ال 10 جنيه ما تجيبش 10 سجاير. ما تجيبش حاجه يعني. بس انت اتلهيت في ال 10 بقى. الراجل ايه درمغك في العشرة وهوبا، وطلعوا ناس بقى يعملوا ريفيو عليها وبلاستيك وما تدبحش وتدبح، واللي طالعين بالباكوات بقى يعملوا لها كده النهارده يا اولاد، والعيال تكتب على السوشيال وعلى بتاع عايزين من ال 10 جنيه الجديده، مع انها اصلا ما بتعملش حاجه. يعني ال 10 جنيه الجديده لا قيمه لها. بس انت اتلهيت يا معلم وراح دخلك غساله ال جي فيها مجفف بالبخار، وراح دخلك الغساله والناس عارفه تتكلم دي مزوره ولا هي مزوره لحاجه. على فكره بالمناسبه يعني علي، الشركه اللي عامله الجنيه الاسترليني هي نفسها الشركه اللي عملت ال 10 جنيه. والناس اللي انا قلته اهو يوم 12 يوليو اول ما نزلت ال 10 جنيه، وكان في بعد العيد او قبل العيد ما يخلص يوم الثلاث، يوم الاربع البنزين غلي. بص بقى مصطفى مدبولي قال ايه؟ قال لك: استغلينا فترة الأجازات وهدوء الشارع عشان نلبس الناس الخازوق. نفس اللي أنا قلته بالظبط. ده زمانهم قاعدين بيضحكوا على الشعب. شفت يا معلم؟ يلا بقى غلبة زين، يلا غلبة زين، يلا خش درب. شعبة الخضار والفاكهة زيادة 5% من الأسعار نتيجة ارتفاع سعر النقل. طبعًا طبعًا. عندك أخبار تانية زي دي؟ خش. شعبة الدواجن توقعات بزيادة الأسعار 10% بعد ارتفاع سعر البنزين. عندك حاجة تانية؟ عندك حاجة تانية؟ شعبة القصابين يعني الجزارين يعني ارتفاع تخفيضات متوقع في أسعار اللحوم تأثيرا برفع السولار. لا مش بس كده، الحكومة أم قلب حنين، أم قلب قلب خصايا اللي بتراعي الفقراء والمساكين والحطابين في جبال شرم الشيخ، قررت انها تحمل عن المواطن 10 مليار جنيه بقرارها امبارح انها تاجل زياده اسعار الكهرباء لنهايه السنه الجايه. مدبولي اهو عم مبلولي بيقول لك ارجاء زياده اسعار الكهرباء لنهايه العام وتكلفتها على، والله العظيم هتحمل، خلاص انا هتحمل 10 مليار السنه دي ونخليها لاخر السنه. يعني انا يعني يا مواطن انتظر في الكريسماس هتتدب الزياده بتاع الكهرباء، وانا هتحمل يا عم، انا هشيل يا عم. في ايه بالكلام ده يا رجاله اللي واقفين؟ انا هشيل 10 مليار لحد اخر. يا راجل اتقل في الكلام يا راجل، يعني انت عايز تقنعني انك انت من هنا لحد شهر 12 هتخسر 10 مليار؟ ليه؟ ليه بتفتح الكهرباء على الارض؟ ليه؟ دي مش خساره ولا حاجه خالص. وقبل كده صعقت الشعب وزودت الكهرباء عليه 8 مرات من ساعة ما شفنا وش، لا من ساعة ما الناس سمعت بشرة خير وابن عمه البورسعيدي، من ساعة ما النسوان طلعوا رؤسه بالجزم وحطوه على راسه 8 مرات في عهد السيسي. 2014 كانت 5 قروش بقت 48 قرش، الزيادة 860% الشريحة الأولى. يا عم احنا نقعد نقرا أرقام، ما الناس عاشت الحاجات دي. أنت هتفوض علينا، ما الناس عاشت الكلام ده. بس ممكن تقول لنا يا عم مبلولي الدولة هتحمل ليه 10 مليار جنيه؟ عشان المبلغ ده واقف في زوري. ليه 10 مليار؟ من هنا احنا في شهر كام يا جماعة؟ 7.
باقي 3 4 شهور على اخر السنه ليه تتحمل 10 مليار جنيه؟ دي الغت الدعم بالكامل على الكهرباء من سنتين، والموازنه ما فيهاش جنيه دعم للكهرباء. وده مش كلامنا، ده كلامهم اهو. وثيقه الحكومه المصريه الغت دعم الكهرباء بشكل كامل منذ عامين. يعني انت الغيت الدعم الكامل على الكهرباء خلاص، واحنا في شهر 7/14 بيقول لي صالح كان بيكذب بيبقى هيروح النار. يعني من دلوقتي لشهر 12 هتخسر 10 مليار ليه؟ ادي صوره مستند دعم الكهرباء اهو، توزيعات المصروفات. والله انا ما افهم في الحاجات دي. دعم الكهرباء صفر. انت روح هناك كده على اليمين بص، دعم الكهرباء بقى اصفر 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 اصفر. ليه يا عم مدبولي؟ ليه يا عم مدبولي في 4 شهور صفر دعم هتخسر 10 مليار؟ ليه؟ لا، ومع البنزين نزل من 120 البرميل ل 93، ليه حضرتك هتخسر؟ ده انت هتروح النار مش هتخسر، لان ده كذب بين. سعر البرميل نزل من 120 ل 93. كويس؟ انت دعم صفر على الناس، صفر. يبقى هتخسر باقي على اخر السنه 4 شهور، هتخسر 10 مليار ازاي؟ ازاي؟ يا عم تقولي انت والسيسي حسوا بالناس شويه، والله الناس تعبت. الناس تعبت بجد. مش كل حاجه المواطن، المواطن اللي بقاش مستحمل اي حاجه. تعالى اسمعك واحده من المواطنين البسطاء بتقول للسيسي احنا انتخبناك وايدناك، بطل بقى اختشي عيب، بطل تعمل كده، بطل تعمل الحركه دي، بطل تعمل كباري وحاجات للاغنياء. اسمع دلوقتي احنا روحنا انتخبناك يا سيادة الرئيس، يا ريت الرسالة دي توصلنا. وكان لما حد بيشتم عليك ولا على الحكومة كان الواحد بيمسك فيه بيمسكه، وكان بيتخانق في العربيات وفي السكة. اه والله كنا بنتخانق، كنت بمسك في الواحد كده وبتخانق. لكن الوقت احنا اتخانقنا، احنا تعبنا من اللي احنا فيه، احنا الواحد بقى مجنون. انت عملت كتير وعامل كراري وحاجات حلوة، بس مش للناس الغلابة، انت عامل للناس المبسوطة. كفاية كامباوي مش عارفة ايه، والاعلانات اللي في التلفزيون كامباوي ايه كامباوي ايه كامباوي ايه. طب والناس الغلابة فين؟ اللي معرفش يجيب حتة كيلو لحمة يصوروا حاجة كده وبيحطها بغض للبنات دي اللي العيال بيلعبوا بيها. الواحد محصور على اللي بيحصل. احنا حبيناك وكل حاجة، ونزلت وانا وولادي وجوزي وروحنا الشوارع بقينا متمرمطين في الشارع. يمكن كده الغلبان ما لهاش حاجة. كل بس مش شايفين حاجة، ما شفناش حاجة. احنا كام سنة اهو واحنا في بنتضايق 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 بنتضايق. كانوا بيتخانقوا مع الناس اللي بيجيب سيرتك، كانوا بيطلعوا في الميكروباصات والست اللي بتصورها بتقول لك ايوه كنا اي حد يشتمك كنا بناكله، بس دلوقتي احنا اتخانقنا. احنا اتخانقنا يا سياده الرئيس، بطل تعمل كباري بقى. ما هو هو الست دي غلبانه، ما هو اتضحك عليها لما قال لها الاول اغني الناس. لا وبعدين يجي يقول لك والله العظيم انا صادق وامين قوي. طب ما انت وعدت الناس وقلت لهم الاول هاغني الناس، الناس في فقر. طب بلاش الست دي، حتى اللي معاها فلوس، الناس اللي معاها فلوس بقت بتعاني. اسمع كده بجد يا جماعه، هو في ايه؟ هو ايه ننام بالليل نصحى الصبح نلاقي البنزين غالي؟ احنا دلوقتي حاجه بتغلى في السنه 4 5 6 مرات. احنا بجد احنا يعني عشان نقدر نلاحق على كل الغلا ده هنعمل ايه يا ريس؟ ما تشوف الشباب شويه يعني، يعني بص لنا شويه بجد، احنا كده هنطحن في الشغل. ده انا بتكلم عليا انا يعني، ما اعرفش بقى في ناس اكيد ممكن تبقى اقل مني بكتير، في ناس اعلى مني بكتير فممكن يبقى عندها مصاريف مختلفه، مش كده. بص يا ريس للشباب شويه بجد احنا تعبنا يعني. حضرتك لو بتبص ان الناس بتركب عربيات فتحط بنزين غالي، الناس مش رايحه الساحل، في منهم على فكره بيشتغل، وفي منهم على فكره بيروح يجيب ادويه ويودي اهله للدكاتره. فيعني ارحمنا شويه، الغلا خلاص احنا مش قادرين بجد يعني. لتر البنزين لما يبقى بالرقم ده ليه؟ انا كده عايشه في بلدي ضيفه يا جماعه يعني، حرام. معلش يا صالح، حط الاثنين جنب بعض، دول طبقتين ما لهمش علاقه ببعض. الستتين دول، المدمزيل دي والست اللي قبلها، دول طبقتين ما لهمش علاقه ببعض، ما بيتقابلوش. لو اتقابلوا تبقى البنوته في العربيه والست دي معديه في الشارع بتدور على المواصلات. الست دي دول طبقتين
ما لهمش علاقه ببعض. اه بص هو حطهم جنب بعض بقى كده. ايوه يا حضرات دول طبقتين ما لهمش اي علاقه ببعض خالص. دي طبقه متوسطه شويه او المتوسطه العليا البنوته دي، والست دي طبقه الفقيره. دول المفروض يا حضرات طبقتين ما لهمش علاقه ببعض، يعني بيتماسوا في بعض الحاجات بس الاثنين بيعانوا. البنوته دي بتعاني بتقول لك مش كل الناس يعني بتركب عربيه تروح الساحل يعني. لا هو شايفها كده. فنسمع بقى عشان بس الناس بتقول لك ايه. ما هو المشكله ان الناس مش عارفه ان المجتمع لازم يبقى ثلاث طبقات. اي مجتمع في الدنيا محترم طبيعي طبقه غنيه وطبقه متوسطه وطبقه فقيره. اي مجتمع سيبك من الاشتراكيه والمهلبيه وكل ده ما بيجيبش ولا ياكلش، هو ربنا خلقنا كده والمجتمعات كلها كده، ناس غنيه طبقه فوق وطبقه متوسطه وطبقه تحت. ام ايه بقى؟ ام كل تاريخ العالم ده بكل الغزاة والفاتحين والعلماء والعباقره اغلبهم من الطبقه المتوسطه والطبقه اللي تحت. هو كده. وبعدين بقى يتنقلوا بالطبقات، في ناس تطلع فوق في ناس تنزل تحت. عبد الفتاح السيسي عمل انجاز بقى، وحد مصر في طبقتين، ناس معاها فلوس قوي وناس على الارض زي ما انت شايف كده. طبقتين دخلوا بقى في بعض طبقه فقيره. اسمع الستتين دول كده بقى مع بعض، العبهم بقى صالح اي حد فيهم الاول والعب اللي بعدها الثاني. يلا دلوقتي احنا رحنا انتخبناك يا سياده الرئيس، ويا ريت الرساله دي توصلنا. وكان لما حد بيشتم عليك ولا على الحكومه كان الواحد بيمسك فيه يمسكه، وكان بيتخانق في العربيات وفي السكه وكده. اه والله بيحصل، كنا بنتخانق، كنت بمسك في الواحد كده وبتخانق. لكن دلوقتي احنا اتخانقنا، احنا تعبنا من اللي احنا فيه، احنا الواحد بقى مجهول. انت عملت كتير وعامل كباري وحاجات حلوه، بس مش للناس الغلابه، انت عامل للناس المبسوطه. كفايه كامباون مش عارفه ايه، والاعلانات اللي في التلفزيون كامباون ايه كامباون ايه كامباون ايه. طب والناس الغلابه فين؟ اللي معاش يجيب حتى كيلو لحمه يصوروا حاجه كده وبيحطها في غزل البنات اللي يعد يلعبوا بيها. الواحد مكسور على اللي بيحصل. احنا حبيناك وكل حاجه ونزلت وانا وولادي وجوزي وروحنا الشوارع بقينا متمرمطين في الشارع. يمكن كده الغلبان ما لناش حاجه. بس مش شايفين حاجه. لا ما شفناش حاجه، احنا كام سنه اهو واحنا بنتدائن 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 بنتدائن. بجد يا جماعه هو في ايه؟ هو ايه ننام بالليل نصحى الصبح نلاقي البنزين غالي؟ احنا دلوقتي الحاجه بتغلى في السنه 4 5 6 مرات. احنا بجد احنا يعني عشان نقدر نلاحق على كل الغلا ده هنعمل ايه؟ ايه يا ريس؟ ما تشوف الشباب شويه يعني، يعني بص لنا شويه بجد، احنا كده هنطحن في الشغل. ده انا بتكلم عليا يعني، ما اعرفش بقى في ناس ايه. هي الست دي بتقول للسيسي كفايه بقى كومباوندات خلاص، وكفايه كباري، انت بتشتغل الناس الاغنياء. اما البنوته دي او المدمزيل دي يعني بتقول له لا يا ريس في ايه؟ ما كفايه بقى. والاثنين بيشتكوا للسيسي، يعني مدبولي مش في الموضوع. عيب يا مدبولي، عيب يا راجل، انت لا مؤاخذه مال وهدومك، ما حدش جايب سيرتك يا مدبولي، ما حدش بيشتكي لك، الناس عارفه انت ايه. لا الست لا المدمزيل دي اشتكت لك ولا الست دي جابت سيرتك، كله بيقول لك يا سيسي الناس عارفاك يا مدبولي. على ده يا راجل انا لو مكانك اسيبها وامشي، انت مالكش تأثير خالص. لا الست دي جابت سيرتك ولا المدمزيل دي بيتكلم عنك، الناس عارفه، الناس عارفه انك لا مؤاخذه، والا لو عارفين انك انت راجل ومال وهدومك وعندك خطط كانوا قال لك ايه يا مدبولي. انما نسمع بقى كمل بقى البنوته الحلوه دي. ممكن تبقى اقل مني بكتير، في ناس قاعده مني بكتير، فممكن يبقى عندها مصاريف مختلفه. مش كده، بص يا ريس للشباب شويه، بجد احنا تعبنا يعني. حضرتك لو بتبص ان الناس بتركب عربيات فتحط بنزين غالي، الناس مش رايحه الساحل، في منهم على فكره بيشتغل، وفي منهم على فكره بيروح يجيب ادويه ويودي اهله للدكاتره. فيعني ارحمنا شويه، الغالة خلاص احنا مش قادرين بجد يعني. لتر البنزين لما يبقى بالرقم ده ليه؟ انا كده عايشه في بلدي ضيفه يا جماعه، يعني حرام. خليها
هو انت خدت بالك الست دي لما اخذ ربنا ده الصحه وطولت العمر يا رب، كبيره في السن وبتقول له انت عمال تعمل كباري وكمبودات. المضمزين دي شابه صغيره في السن وبتقول له بص للشباب، يعني هنا بتقول له بص للشباب ومن طبقه كويسه، هنا بتقول له بص للناس الفقيره، يعني كبار صغار اطفال كله اتفرم، فرمته كله اتفرم يا عبده يا عبد الفتاح، احنا لا بنهبد ولا الناس اللي تتكلم عيب. والله العظيم حتى مبارك ما عملهاش، ما طلعوش الشباب دول قالوا له يا مبارك بص للشباب. هدد مصر كلها فقراء واغنياء نخبه وناس عاديه شباب واطفال، هي ازمه سد النهضه. اثيوبيا بدات فعليا في الملء الثالث، الصوره اهي وبالاقمار الصناعيه. الملء الثالث بدا يا حضرات، خلصت خلصت الملء الثالث، اثيوبيا بتملى. وادي كمان فيديوهات من صفحه اثيوبيا بتصور اللي اهو الملء الثالث. يلا يا عم ايه بقى اضراره؟ مش انا اللي اتكلم وانا بتاع موارد مائيه، انما نستضيف حد من موارد مائيه الدكتور عباس او السيد عباس شرائي بيتكلم على اضرار التخزين الثالث للسد. اهو عباس شرائي استاذ الجيولوجيا والموارد المائيه. اضرار التخزين المائي في اثيوبيا مائيه واقتصاديه وسياسيه واجتماعيه. سيتم تخزين 5 مليار متر مكعب في الملء الثالث، سيؤدي لخسارة عائد اقتصادي مليار دولار لكل مليار متر مكعب. تحديد مساحة الأرز في مصر بحوالي مليون فدان، تكاليف باهظة بعشرات المليارات من الجنيهات نتيجة تجهيز بدائل محطات معالجة الصرف وتبطين الترع وغيرها. أنا بس عايز أقول لك حاجة، حاجة مهمة لازم تعرفها. وما قلتش تعرفها يعني؟ انت تعرف معناها ايه؟ سيبك بقى من اللي كله ده، عارف معناها ايه ان مساحه الرز تبقى مليون فدان بس؟ عارف دي معناها ايه؟ اولا يا حضرات الرز ما هوش سلعه او ما هوش منتج او ما هوش نبات عادي كده. الرز ده سبحان الله العظيم يعني من الحاجات اللي بتقوم عليها مجموعه صناعات. عشان كده لو خدت عربيتك وخرجت من القاهره الكبرى وكسرت كده وسبت وراك شبرا الخيمة وكملت على طول على طريق بنها، عدي بقى بنها وانت داخل على بعد زفتة، كمية مباني على الشمال كده، على الشمال كمية مباني كلها بتاعت مضارب رز والصناعات القائمة على مضارب الرز. وناس بقى وعمال، انا كنت بعدي الحتة دي العصر كده الاقي العمال طالعين بقى جحافل بيوت مفتوحة، ده مبدئيا كل ده اتقفل، يعني بيوت اتخربت. ده واحد. اتنين، عارف يعني ايه مليون بس؟ يعني انت خلال سنوات قليلة وخد مني خد مني هتستورد الرز زي ما بتستورد القمح كده بالظبط، يعني هيبقى حياتك دخل فيها تستورد قمح وتستورد الرز. انت تعرف معلومة مهمة إن الآسيويين دخلوا الرز في صناعة الخبز عشان في أزمة أوكرانيا دي، عشان أزمة القمح. بعض الدول الآسيوية استطاعت إنها تعالج القصة دي إلى حد ما عن طريق إنها تدخل الرز في صناعة الخبز. أنت بقى هتستورد الرز. للأسف الغرور قصدي الليبي الآسيوبي، أنا آسف، الغرور الآسيوبي بيخليهم بيوصفوا الملء الثالث ده انه كسر لسياده مصر. ادي محلل اثيوبي اهو بيقول السد اطلع. ده محلل اثيوبي بيقول لك السد كسر لسياده مصر. عادي كده؟ عادي. فين الدكر بقى؟ فين الدكر؟ ما تطلع يا عم شد حيلك يا عم، انت هتقطع نفس يا عم تطلع. السد كسر سياده مصر، نحن نهاجمهم استبراني وحقائق عن سدنا. حلاوه سدنا
ما هو المثل المصري، المثل المصري بيقول اللي يقول لمراته يا عورة يلعبوا بيها الكورة. انت ما عندكش واحد قال لك ذكر قال لك خط احمر العافي العافي ما حدش يقدر ياكل لقمته. طب هم بيقول لك احنا كسرنا نفس المصريين وما عنده، ما هو هو مش شايف حد واقف قدامه. انت اخرك ايه؟ واحد بق. طيب وايه تاني؟ نعمل وتعمل مصر ان تساعد الوساطة الخليجية في حل في حال النزاع سد النهضة. كثفت مصر اتصالاتها مع دول الخليج لحشد الدعم في نفس سد النهضة نبي تساعده. انت يا اخي يا اخي الخليج ده شايل كتير قوي والله العظيم. انت تطلب فلوس من الخليج ودعم من الخليج، سد النهضة الخليج، ايه يا عم هو الكفيل بتاعك يا اخي؟ مش كده مش كده، يدوك ودائع تقول لهم ما تسيبوها بقى وتشتري بيها حاجات. وعماد اديب يكتب مقال الخليج لو ما خدش باله مننا هنطلع ناكله. دلوقتي في سد النهضه نروح لبابا الخليج. يا عم الخليج يعمل لك ايه اصلا؟ الخليج ماله مالك؟ طب مؤسساتك فين؟ فين جيشك بقى اللي انت عمال تشتري طيارات؟ 228 مليار جنيه مصري اشتريت بيها اسلحه من ايطاليا اول امبارح العصر. فين بقى الاسلحه دي؟ ولا حاجه. طب فين مؤسساتك؟ لا مؤسسات السيسي عايشه بقى في عالم موازي، عالم ثالث هنقول لكم عليه بعد شويه، عالم بقى من البيزنس وسرقه المعاشات المصريين ودنيا بقى. بص يا معلم حاجه جامده قوي، وسايبين بقى كارثه السد تاكل مستقبل مصر وتهدد المصريين بالعطش حرفيا حرفيا. اول مؤسسه بتدور عليها عشان تحل موضوع سد النهضه والغلا او الخدمات الصحيه ايه؟ اول مؤسسه البرلمان. الو البرلمان، من في اجازه؟ اجازه ايه؟ عشان خدوا فلوس مليار وحاجه بيبلبطوا في الساحل مع الكبار. البرلمان يوافق على فض الانعقاد بعد 19 شهر. اشتغلوا البرلمان اشتغل. طب سيبك من البرلمان، ندور على الاجهزه السياديه في مصر. المخابرات في سنه حاجه و70 كده، وكلنا عارفين القصه دي مش هحكي قصه جديده يعني. في فيلم اسمه عماشه في الادغال بطوله الاستاذ محمد رضا والاستاذه صفاء بالسعود تقريبا والاستاذ ابراهيم سعفان غالبا. والفيلم كده بتشوفه تلاقيه عبيط وهبل جدا جدا، عبيط جدا. عماشه في الادغال، صدق الفيلم ده اصلا اتعمل عشان بعثه مصريه من المخابرات والجيش تروح تدمر الحفار اللي اسرائيل جايباه عشان مش عارف يعمل ايه كده، فهينزل على بلد افريقيه فعايزين نودي ناس يدمروا كوماندوز يدمروا القصه دي. فقررنا نعمل فيلم ونبعت البعثه بتاع الفيلم دي قلب تصور في افريقيا، وهوب مع البعثه يروحوا ناس فنيين يدمروا الحفار ده. حصلت. فين بقى المخابرات دي؟ لا المخابرات مشغولة بعمل شراكة مع السعودية لإطلاق قناة إخبارية جديدة أو المصحف الشريف، وده مش شغلها ولا وظيفتها. الخبر أهو، عملاق العلاقات العامة السعودي يمول القنوات التلفزيونية التي تديرها المخابرات المصرية حسب تقرير يونايتد ميديا سيرفيس، وهي شركة مملوكة من قبل دائرة المخابرات العامة، ثلاث قنوات إخبارية بحلول نوفمبر في الوقت المناسب. ليه بقى؟ إيه بقى؟ ليه بقى؟ عشان قمة المناخ. ثلاث قنوات هتمولهم السعودية في مصر. ماذا مصر بتقول إن الهدف ترويج للنظام وغسيل سمعة النظام عشان مؤتمر المناخ. اللي النظام شايف ان المؤتمر ده امل الوحيد لانقاذه من عثرته الاقتصاديه. اول مصحف الشريف، ما بهزر، انا هضحك عليك. انا سيدي عبد الرحمن بتتنحر، الشط بيتنحر، والسيسي بيعمل قمه المناخ. في الزقازيق مقالب زباله بتحرق الزباله
وطلع على مستشفى الصدر في الزقازيق وسيزي بيعمل قمة المناخ. اهو كشفت ميديا مصر مصادر بالشركة المتحدة للخدمات أن شراكة السعودية هي سبب الانفراج التمويلي التي كانت وراء إعلان الشركة عن إطلاق قطاع أخبار يضم 3 قنوات إخبارية يجري الإعداد لها بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية، بعدما أوضحت مصادر أوائل الشهر الماضي أن توقف العمل بمشروع القناة الإخبارية المعلن عنها. 3 قنوات بفلوس سعودية. اللطيف والظريف أن رجالة المخابرات رافعين شعار يعني إحنا وبس، إحنا وبس نعمل كل حاجة، ومنعين أي حد أي حد من بقية القناة التانية يخش في الموضوع الرئاسي اللي هو تبعهم، رغم وجود عشرات بس أقول مئات مئات من الصحفيين العاطلين عن العمل. زي بتقول اهي العربي الجديد بتقول اهي مئات من الصحفيين عطلانين عن العمل، لا وظائف إلا للشباب في البرنامج الرئاسي. السيسي بقى هيشغل العيال بتوع البرنامج الرئاسي، هيشغلهم فين؟ في موضوع قمة المناخ. وقمة المناخ ده صفر، يعني اقتصاديا صفر، مش صفر لا سوري آسف ماينس. ليه بقى؟ لان احنا ندفع في فلوس، مصر هتتكلف فلوس جامدة جدا في قمة المناخ. ليه؟ لانه جايين رؤساء دول، اسمع بس الكلام، وجايين وزراء، وجايه مؤسسات كبيرة جدا، وجايه الامم المتحدة، كل الناس دي جاية اكل شارب نايم ساكن على حسابك، وطبعا خدمة 87 نجمة، وكل الناس دي جايبة معاها اطقم حراسة، وجايبة معاها اطقم علاقات عامة وصحفيين. فمصر هتدفع ملايين ملايين. يعني انا قمة المناخ دي انا ما استبعدش انه يكلف مصر 1 مليار جنيه، انا لا استبعد انه يكلف مصر فوق 1 مليار جنيه. العائد منه ايه بقى؟ ولا حاجة. طب احنا بنعمله ليه؟ انا هقول لك بنعمله ليه. عشان السيسي يتصور مع رؤساء الدول وبيستقبلهم في المطار، واستقبل سيادة الرئيس جمعة ابو فشة من دولة سيرنج وكده، ويتصور جنبه ويقف يصورهم كله ويقف جنبه. كل ده يعني مصر بتصرف على السيسي، واحد عنده عقدة نقص انه يبقى مهم، فمش عارف يبقى مهم، مش عارف يبقى مهم، فيدفع مصر مليارات عشان يتصور مع رؤساء الدول بس. لكن هيخش لك ايه؟ اتحدى خبير اقتصادي يقول لي ما هو العائد على مصر. واوعى تقول لي سياحه، اوعى. انا بقول لك اهو اوروبا كلها بتشتكي من الفلوس، من التضخم. افتح الجرايد الامريكيه، التضخم في امريكا مولع في بايدن، ما في يوم الا بيتكلموا على التضخم في امريكا. الناس معهاش فلوس تدفع للسياحه، كل واحد دلوقتي في اوروبا في امريكا القرشين اللي عنده يا دوب مكفيينه، يعني ما فيش سياحه اصلا. حضرتك هتدفع المليارات دي كلها عشان ايه؟ اسمع مني، عشان مريض نفسي نفسه يتصور مع ناس مهمة، فيعمل حاجات يكلفها مليارات عشان يتصور معاهم فقط لا غير. المخابرات مشغولة بكده بقى. المخابرات المصرية سايبة سد النهضة ومشغولة ب3 قنوات. انما سد النهضة بيحصل فيه ايه؟ لا. اين العافي اللي قالك العافي ما ياكلش لو حد شاكل لقمته؟ مش موجود خالص. دي كارثة. اللي بعده، انما دايما الحقيقه دايما المخابرات مشغوله بحاجه تانية برضو اسمها الاستيلاء على اموال معاشات الاطباء تحت شعار اسمه الاستثمار. خبر اهو بيقول والله العظيم اهو الموقف المصري، صندوق معاشات اتحاد المهن الطبيه، قصة استثمار إجباري باسم جهة سيادية. خلاص في كلاب سعرانة انطلقت في مصر كده وعايز تعرف الفلوس بتيجي منين وتاكلها بس. لكن في بقى تفكير على ما فيش كده. وطبعا بعد ما تم طبخ القانون ده من كام شهر هيخليهم يشتغلوا في البيزنس براحتهم قوي. قانون اهو المخابرات المصرية وصناعة الأموال استحواذ أمني علني على الاقتصاد. ما انت جبت ناس جعانة، جبت ناس جعانة. المخابرات مشغولة بأي حاجة وكل حاجة إلا الحاجة الأهم، سد النهضة. سد النهضة. نشوف بقى أولويات المخابرات المصرية إيه. عمل قنوات إخبارية لترويج النظام قبل مؤتمر المناخ، تعيين شباب للبرنامج الرئاسي التابع للمخابرات
الاستيلاء على صندوق معاشات اتحاد المهن، السيطره على شركات الانتاج الدرامي في مصر، تعديل قانون المخابرات لانشاء شركات الاقتصاد، المشاركه في تنظيم امتحانات الثانويه العامه، حل ازمه سد النهضه مش موجود، كل حاجه ما عدا حل ازمه سد النهضه. تعال نشوف بقى الاجهزه السياديه في دوله الاخ الكبير بتعمل ايه. يلا برضو المخابرات، برضو المخابرات، انت في دوله الاخ الكبير، انت مراقب دائما، صور الاخ الكبير بتراقبك في كل حته، تماثيله النصفيه بتراقبك في كل حته، كاميراته بتراقبك في كل حته، لازم تكتب تقرير عن نفسك. هي دي روايه 84 اللي كنا بنتريق عليها. المخابرات بتدير كل حاجه حتى امتحان الثانويه العامه. والمصحف في دوله الاخ الكبير اللي شايف اللي انت مش شايفه وعارف اللي انت مش عارفه. يعني دي ناس عندها مهام تانيه. لا 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 لا، المخابرات، اسمع الخبر ده، امتحانات الثانويه العامه تدار من خلال اجهزه سياديه. انت متخيل؟ انت متخيل وزير التعليم طلع يقول كده؟ قال الدكتور طارق شوقي ان اخر مره تم تسليم امتحان كان عام 16، واضاف ان معنى كلمه تسليم امتحان يعني كده، وان اللي بيقول ان في تسريب يبقى كاذب. يا راجل، طب ده المخابرات يا اجهزه سياديه، ما كلمه اجهزه سياديه دي يعني مخابرات. طب ده شيء يدعو للاطمئنان ولا القلق؟ ما تحيرش نفسك. بص على اللي حصل النهارده في امتحان الفيزياء والتاريخ. الطلاب بيشتكوا النهارده، بيبكوا بالدموع كما لم يبكوا من قبل. اسمع، بكاء وانهيار طلاب الثانويه العامه امتحان الفيزياء صعب وطويل ومحتاج وقت عاجل. اللي بعده، الثانويه العامه 2022 الفيزياء والتاريخ يغضبان طلاب ادبي علمي. اللي بعده، الاسئله صعبه، الحزن يخيم على طلاب الثانويه العامه فور خروجه من امتحان الفيزياء والتاريخ. نشوف فيديوهات، نشوف فيديوهات. يعني ايه اصعب سؤال في الامتحان؟ هو كان في اسئله كتير كتير قوي، يعني الامتحان كله صعب؟ لا، في اسئله بس كلها تقيلة تقيلة بجد. هنعمل ايه؟ تاريخ ولا الفيزياء؟ الفيزياء وحشة أوي. تتكلم؟ أوي. إيه اللي أصعب نقطة في الامتحان أو أصعب؟ لا، أنا تلات أرباع صعب. تلات أرباع الامتحان؟ آه والله. امتحان طويل مثلا؟ ما طلعش المسألة. ما طلعش الناس. ده أصعب امتحان امتحنته؟ أيوه. هو كيمياء وكيمياء 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 ليه حاجه لسه حاسه ان بابا خرجني معيطه. هو سياد استفاد ايه بقى؟ استفاد ايه؟ عايز منهم ايه بس؟ ما هو طلع عشان كده انا والله ما ليه قعدنا بنطلب في اللجنه نعمل وكيل؟ ايوه بلدينا حق بلدينا. انا اكتر من نص الامتحان هبدا. هو الامتحان مش هو من جوه المنهج؟ لا 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 لا. للأسف الطلاب النهاردة مش بس عانوا من صعوبة الامتحانات، لا كمان عانوا من تسريب الامتحان. كالعادة تم تداول وتسريب أسئلة الامتحانات. خبر اهو في مصراوي، تداول امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2022 عبر صفحات الغش الإلكتروني. المصيبة بقى إن التسريب ده كان بيتم من إحدى السيارات، كما نشر أو نشر اهو تسريب امتحان فيزياء كامل. لا، وكمان اللي مصوره او اللي مصور قاعد في عربيته، يعني الامتحان معاه في العربيه بتاعته. انت متخيل غش وصل لفين؟ تخيل تكون صارف دم قلبك. طب انا هقرا ايه؟ طيب انت بتجري، انا اقرا ايه؟ تخيل تكون صارف دم قلبك ومعذب نفسك من درس لدرس، وحد تاني ما يعرفش حاجه عن الماده يقفلها بحل مدرس. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. اهو اطلع بقى، الامتحان في ايد الراجل اهو وبيحل اهو الامتحان اهو. مش بس كده، ده كمان موجود على جروبات الغش. بص الصوره اهو،
اتحط بقى الامتحان كله. الناس علقت على اللي حصل من تسريب الامتحانات وهاجموا نظام الثانويه العامه. انا قلت لزمايلي في الاعداد رايي في القصه دي. المشكله ان انت بتحل مشكله التسريب امنيا ومش عارف تحلها. فجبت المخابرات تمسك وبرضه فشلت وهتفشل. المشكله انه وده سبب تخلفنا، يعني ليه الناس طلعت ورا السيسي في 30/6؟ انا اقول لك ليه، لان الشعب مش متعلم. لا واخد شهادات، واخد شهادات زي الفل، بس ده مش تعليم. التعليم مش هدفه انك تحفظ كتاب الجغرافيا من الالف للياء، ولا هدفه انك تبقى في الرياضه فظيع. انا لو جبت لكم كم العباقره اللي اتقال عليهم اغبياء، نيوتن، انا كنت بحكي الناس النهارده عن نيوتن وهو صغير، واد امه وادته مدرسه راحوا مطاردينه من المدرسه، قال لك ده غبي. التعليم بقى عندنا كده، عايزك تحفظ الحاجات دي. ده مش تعليم، ده مش تعليم. ولذلك الواحد يطلع يحفظ اول ما يخلص امتحان يرميه. اصبر بس، اصبر. التعليم يا حضرات هو بيعلمك ازاي تفكر. التعليم هدفه انك ازاي بتفكر، مش انك تحفظ. ازاي بتعرف تفكر؟ الناس بتخش الامتحانات معها الكتب، لان الهدف مش انك تغش 5 في 5 في 5، لا مش ده الهدف، انك تعرف تفكر. بيحكي لنا دكتورنا الاستاذ الدكتور نبيل راغب استاذ النقد في معهد النقد حكاية رهيبة عن فشل التعليم في مصر وفي الوطن العربي كله بالمناسبة. هو اللي حكى الدكتور نبيل راغب القصة دي، وكان عميد لمعهد النقد وكان أستاذنا فيه. يعني بيحكي انه لما راح يعمل دكتوراه في انجلترا عن شكسبير، عن الأدب، كانوا 6. دخل البروفيسور حط الشنطة الجلد وقعد، عايزين تتكلموا في ايه؟ للستة اللي جايين يحضروا دكتوراه. فقام واحد من أصول هندية عكف شكسبير. بيحكي الدكتور نبيل إن كل الكلام اللي قاله الراجل ده غلط، بس نبيل مش قادر يتكلم. فاستنى لما البروفيسور خلص وقفل الشنطة ومشي وجير وراه في الطرق، قال له معلش الكلام اللي قاله زميلي ده كله غلط مش حقيقي عن شكسبير. البروفيسور بص له وقال له سوري انت بتقول لي ده انا، ليه ما قلتش جوه؟ خلاص الموضوع خلص، لو عندك كلام تقوله جوه، بره خلاص الموضوع خلص. بيقول ساعتها عرفت قد ايه التعليم المصري مضر، لان هدف التعليم انه يخلق شخصيه، انه يخلق فكر وعي، لكن ده مش تعليم. عشان كده هتفضل القصه ناس بتطلع تجيب درجات عبقريه، بس فين بقى في المجتمع؟ راحوا. عشان كده هتفضل الناس تطلع مع اي حد بيضحك عليها ب 10 جنيه، 10 جنيه بلاستيك ضحك عليكم بيها، لان ده مش تعليم. احنا نتاج اسوأ تعليم في الوجود. التعليم هدفه يخلق شخص وفكر ووعي، ما عملش ده مش تعليم، مش تعليم. حد يقول لك بقى في وزاره التعليم انه بص اما بعد كم طالب طالبه هتنجح بالغش الذي تم صباح اليوم، طب وايه المشكله يعني؟ اي عداله؟ بقول لك التعليم يتحقق اي عداله؟ مفيش حاجه اسمها عداله في التعليم، مفيش حاجه اسمها عداله في التعليم. يا جماعه سيبكم من القصه دي، ده مش تعليم اصلا. حد يقول لك فين الوزاره بقى؟ طب قبل توزيع بساعات البتاع التسريب قبل بساعات الوزاره بتنفي تسريبه اهو. هات بقى الوزاره بعد ما قبل توزيع بساعات التعليم تم في تسريب امتحانات الفيزياء في لجنة العام. طب انتم متاكدين؟ امال ايه اللي انتشر؟ هتفضل يا حضرات الدايره كده، دايره عيال تطلع تحفظ كتب فيها حشو، وبعدين يروح الامتحان يبخوا الحاجات دي في ورقه، وبعدين يحصل تسريب، وبعدين الوزاره تنفي، وبعدين الناس تطلع، وبعدين الغشاشين يبقوا مهندسين ويبقوا دكاتره، وكل ده فشل، منظومه فاشله. أنا بقول لحضرتك من زمان، التعليم هو اللي جاب لنا مختار خطاب، التعليم هو اللي جاب إبراهيم عيسى. أنا بقول لك ده تعليمنا.
التعليم هو اللي جاب دول، التعليم هو اللي نزلك 30-6 تجري ورا واحد بيضحك عليك بيقول لك كلام مش منطقي والنتيجة هو بتدفعها. التعليم خلاك العيد اللي فات تفرح ب10 جنيه بلاستيك وهو راح واخدك المقص من وراك. التعليم لو حقيقي بنتعلم في مصر ما يبقاش واحد زي سيسي بيحكمنا. أنا بكلمك بجد، لو بلد التعليم فيها جيد ما يحكمهاش واحد زي سيسي، مع احترامي وتقديري لشخصه الكريم ما ينفعش يحكمنا واحد كده. لكن للأسف هنرجع ورا التسريب. أنا معايا دلوقتي الدكتور محمد رأفت، الأستاذ المدرس التربية المقارنة. دكتور محمد أنا آسف جدا أطلت على حضرتك، تحياتي لحضرتك. دكتور محمد، لماذا لا تستطيع تستطيع الحكومة وقف التسريب ده؟ طبعا يعني أنا عايز أقول إن حضرتك يعني بس لك الحق في كل ما قلته عن التعليم. فكل هذه المظاهر السلبية والمفاسد اللي بنسمع عنها مش سببها التعليم، لا لا، هو التعليم يأتي بكل خير، لكن التعليم الفاسد، التعليم الفاشل، التعليم الساقط، التعليم المزيف، هو ده اللي بيجيب كل ما حضرتك تحدثت عنه. أما التعليم يأتي بالنور دائما، يجيب التقدم، يطلعنا لقدام، ينتشلنا من الوهدة اللي احنا فيها، يحطنا في المقدمة دائما مع الدول اللي احنا عمالين يعني بنتباهى وبنقول ان احنا عايزين نتأسى بيها. ما هو انا اقصد يا دكتور انا اقصد التعليم المصري تمام، الفاسد الفاشل. ما هو دكتور معلش لما تعليم ما يعملكش شخصية، ما يكونلكش شخصية، ما يخلقلكش وعي ولا يعلمك ازاي تفكر، ده مش تعليم. يبقى تعليم؟ ما يبقاش تعليم. طيب خطأ ان نسميه تعليم بس. اما التعليم بالضبط كده، كلمه تعليم حتى جاي منها علم، ترك فيك اثرا. أيه. هي دي القضيه كلها. فالتعليم اللي يسيب الاثر والاثر النافع طبعا يبقى ده اسمه تعليم، اما غير ذلك سميه ما تسميه زي ما انت عايز. طيب الدولة بتحافظ على ان دايما تعلن عن قضية التسريب ومبسوطة قوي، وجريدة كذا المشهورة عمالة تزيع فعلا ان فيه تسريب، والراجل مسكوه في العربية، وكل سنة عند امتحان الثانوية العامة نزيع التسريب. ليه؟ لإسقاط قيمة الاعتماد عن الذات، علشان يبقى الغش ده حاجة مستمرأة، ده حاجة طبيعية ان فيه غش موجود، علشان يوطئوا للغش اللي بيحصل في اللجان اللي هي المتزبطة للآخرين، ده بيحصل في الثانوية العامة ومازال الناس لا تتحدث عنه، والكلام اللي بيزاع ما بيجيش ناحيته خالص، مع إنها بترتب وبتعد هذه اللجان عشان تطلع طلبة واخدين 97% كلهم حتة واحدة، 96 97 98 كله زي بعض. اللجان ديت بتعد اصلا، وكان في موجود تقرير قبل كده لاستاذ مدير كنترول بيقول انا حصل معايا الكلام دوت، ولما جيت اقول لا قالوا لي انت مش نافع معانا، وموجود وعلى التلفزيون ومسجل. يعني في اساتذه او في لجان عشان تظبط النتيجه، موجود مش تظبط النتيجه، ده بتظبط لجان الطلاب قبل الامتحان. يعني ايه؟ ما انا مش فاهم برضو يعني ايه ظبط لجان الطلاب. يعني زي أستاذ محمد إن هي بتختار الطلاب في مدارس معينة، المدرسة بتسمى لجنة في مدارس معينة، وبتجيب الطلاب وتسجلهم فيها، يبقوا دول طلاب بأرقام جلوس في هذه المدرسة، وتختار لهم مراقبين معينين، وتختار لهم رئيس اللجنة داخل هذه المدرسة علشان يقدروا الأولاد يأدوا. حلو قوي، أنا فهمت كده. بس السؤال بقى يا دكتور، ايه الهدف؟ ايه المصلحه قصدي؟ ايوه انا عايز اقول هنا ان قضيه ان احنا في تسريب. لا قبل القضيه يا دكتور. ايوه انا احب الحاجات دي الرفيعه دي قبل ما اتكلم. ما فيش، انا الكلام ده كله كلام فارغ بالنسبه لي، يعني بتاع التسريب ده والحاجات دي. انا بتكلم على حضرتك دلوقتي بتقول لي انه بيتم تظبيط مجموعه من ابناء الناس في مصر في مدارس معينه في لجان معينه، ويجيبوا لهم مراقبين معينين، والدنيا تبقى رز بلبن. حلو بالضبط.
بالضبط. سؤالي بقى، ما المصلحة؟ تمام، المصلحة إن أنا عايز أكسر حاجة اسمها قيمة التعليم في هذه البلد، ده رقم واحد. رقم اثنين، المستفيد من هذا الأمر أي. اللي هم مين؟ الأولاد اللي هم عايزين يجيبوا مجاميع بغير وجه حق. طيب الفئة دي هتشتغل لصالح مين؟ هتشتغل لصالح القيادات اللي هي موجودة، اللي هي بتتغول على عباد الله ومسك البلد بالحديد والنهار دلوقتي، يبقوا هم أداة طيعة في إيديها. مش هيجي واحد زي ابني وابنك، ولد محترم ومش واخد على الغش، ويقول لهم هنشتغل بالأمانة ومش هناخد رشوة، لا مش عايزين اللي زي ده. الكلام ده اللي عندك دليل عليه يا دكتور محمد؟ الكلام ده موجود وحصل في اللجان بتاعت السنة اللي فاتت، مش السنة دي، ده يعني في السنة اللي فاتت حصلت في محافظة من محافظة من المحافظات اللي موجودة في مصر، ده اللي عندي لغاية دلوقتي في المدارس التجريبية. محافظة ايه طيب؟ بعض المدارس التجريبية اللي موجودة في هذه المحافظة. محافظة ايه؟ على سبيل المثال محافظة الشرقية، وفي الصعيد، وفي الصعيد موجودة اللجان. يعني في محافظة الشرقية السنة اللي فاتت تم تظبيط لجان لمدارس تجريبية محددة بمراقبين بالضبط. محددين في امتحان السنة العامة. وبيدخل للأولاد الإجابات، والأولاد يبدأوا يشتغلوا مع بعض ويخلصوا الامتحانات بتاعتهم. الكلام ده ظهر فين؟ أيوة استنى يا دكتور استنى. ده معنى كده إن القصة دي وزارة التعليم، ديوان الوزارة اللي في شارع إسماعيل أباظة ده ملوش دعوة بيها، دي حاجة تمت كده داخل المحافظة. مثل هذه المسائل لا تتم بعيدا عن القيادة العليا الموجودة في البلد. مين في الشرقية يا دكتور محمد رأفت؟ مين في الشرقية أسر جامدين جدا يتعمل لهم القصة دي؟ كتير كتير موجود، وفي الصعيد، محافظات الصعيد موجودة. تتظبط هذه اللجان والأولاد بيروحوها لأسباب كثيرة جدا، أو بأسباب كثيرة جدا. الكلام ده مش الكلام ده مش خيال أو حاجة كده؟ لا 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 لا. الجزئية الأخرى، ممكن أبعت لحضرتك هذا التسجيل اللي كان عقب ثورة 25 يناير بسنة أو سنتين، هذا المدير الفاضل اللي هو كان رئيس لجنة امتحانات متظبطة، وساعة ما هو فوجئ إن هو جايبينه طبعا لسمعته، ففوجئ إن هو لازم يكون فرد متواطئ والدور بتاعه كذا وكذا في هذه اللجنة، اللي هو إن هو يبوظ، اللي إن هو يبقى راجل متواطئ مع الطلاب يعني. فلما فوجئ بهذا إن لا ده أنت دورك كذا، قال لهم لا أنا ما أقدرش أعمل العملية دي، قالوا له يبقى أنت مش تبعنا مع السلامة، وجابوا واحد غيره. هذا التسجيل موجود، ممكن أبعته طيب. لحضرتك. إذن هناك على حد، على رأيك أنت مش رأي أنا، أن هناك لجان بيتم تظبيطها لمجموعة من الطلبة اللي هم من أسر قوية واصلة في المجتمع عشان يجيبوا ذوي وسائط ومحسوبيات موجودة. مين؟ ذوي وسائط ومحسوبيات موجودة في المجتمع عشان تظبيطهم، وده حصل على حد كلام حضرتك السنة اللي فاتت مش السنة دي. طيب طيب يا دكتور معلش، ليه بيتم معارضة طارق شوقي في تطوير التعليم إذا كان طارق شوقي بيقول كلام إنه الغلط في نظام التعليم وإنه عايز يعمل تقييمات إلكترونية؟ يعني بالضبط ما معنى التقييم الإلكتروني؟ أنا ما أعرفش التقييم الإلكتروني. هو كلمة التقييم الإلكتروني يعني ربما الكلام بيجر بعضه إزاي؟ يقصد كلمة التقويم الإلكتروني اللي هو الاختبارات بتاعة الثانوية العامة، إن هو تكون بطريقة إلكترونية، اللي هو الأولاد يمتحنوا على التابلت، فده اسمه التقويم الإلكتروني، ده المقصود في كلامه. فهو يقول لهم إن إحنا بنطور التعليم، بدل ما كنا بنقوم الطلاب عن طريق الكتابة بالورقة والقلم، وإن إحنا نجيب لك كراسة إجابة وورقة أسئلة، لا ده أنت هتشتغل على اللوح الإلكتروني وهجي لك الأسئلة وانت تحل في نفس اللوح ومع السلامة، وخلصت الحكاية على كده. طب دكتور محمد، دكتور محمد معلش قطعتك، انت بخصوص اللجان اللي قلت عليها بتزبط لولاد الكبار دي، في خبر اهو في الأخبار المسائي، لجان أولاد الأكابر من الدلتا للصعيد تتساقط في قبضة وزير التربية والتعليم 2018. تمام، بس استنى استنى دكتور ما تعلقش دلوقتي، ده 2018. في بقى خبر اهو 22 يونيو 2022، هو ده تسريب الامتحان على البحر في سوهاج وفي كذا مسمى الدار والنار،
تحقيقات سريه بعد احباط تحولات غير قانونيه لمدرس مدارس اشتهرت بالغش في سوهاج وكفر الشيخ. حضرتك كمان ذكرت الشرقيه. نعم. طيب انا اسف قطعتك، يعني كلام حضرتك صح، لجان اولاد الاكابر تنشر خطه التعليم لمواجهه اغرب ظواهر امتحانات الثانويه العامه ده في 22 يوليو 22. انا اتوقع يونيو 22 يونيو ان ما يثار حول كلمه التسريب ومسكنا طالب وعملنا طالب ده كله للتغطيه على المآسي الحقيقيه في عمليه امتحانات الثانويه العامه. بقول لك يا دكتور معلش انا عندي موضوع تاني اسالك عليه بعد اذن حضرتك. انا التايتل بتاع حضرتك مدرس التربيه المقارنه صح؟ اي نعم. ماذا يعني هذا التايتل سريعا اذا كان المقارنه بين الانظمه التعليميه في دول العالم المختلفه بغرض افاده النظام التعليمي القومي. طب مش تقول يا راجل يعني لحظه بس يا دكتور انت كان عندك رساله حصلت بيها على درجه الدكتوراه في القصه دي. اي نعم. كان عنوانها ايه رساله حضرتك؟ تربيه القيم التربويه لدى تلاميذ المرحله الابتدائيه في مصر في ضوء خبره اليابان. لا بالراحه، واحده واحده يا دكتور. واحده واحده. تنميه القيم التربويه لدى تلاميذ المرحله الابتدائيه بتوع سنه سته في مصر في ضوء خبره اليابان. يعني انا عايز انمي القيم التربويه حلو لاولاد مصر. حلو حلو مفهومه يا دكتور مفهومه. تمام. اشرف عليك ثلاث اساتذه مش كده يا دكتور؟ كان عليك طيب مشرف. طيب نعم. اوكي وناقشوك. طيب. الرساله. نعم. ايوه. سنه كام الرساله دي يا دكتور؟ دي سنه 2007. يعني من كام سنه؟ أنا ناقشت الدكتوراه يعني من حوالي 13 سنة، يعني 16 سنة. 16 سنة. تمام. بعد بقى ما عزمت الأساتذة المحاضرين أو اللي ناقشوك على الغداء بعد المناقشة ووزعت الشربات والحاجات دي. تمام. فين بقى رسالة الدكتوراه بتاعتك؟ رسالة الدكتوراه أنا كنت واثق إن مش حد هيعمل بيها حاجة. لكن أنا طبعًا كان ليا وضع أمني معين، فكان مش اي حد يشرف علي لدرجه ان هم يعني بيتملصوا من مين اللي يشرف على محمد رأفت. لان طيب محمد وبعدين رأفت يا دكتور وبعدين لانه مش هيعمل اي رساله، وقد كان لدرجه ان البعض يقول لي خلص باي حاجه، فطبعا دي مش كانت طريقتي. اللي هيخليني اخلص باي حاجه هتعب. طب ما انا اتعب برضك واخلص بحاجه. ايوه وبعدين دكتور. وعارف ان مش هستخدم او الرساله دي مش هتستخدم في المؤسسات التعليميه، لكن انا استطعت ان انا استفيد. دخلت المؤسسات التعليميه تقريبا في كثير من محافظات الجمهوريه بنفسي عشان اتفرج على ازاي بتنمى القيم داخل المدارس الابتدائيه بتوع سنه سته بس. كويس. هو بقى ساعه ما الطالب هيوعى. يعني انت حاولت تطبق الرساله بتاعتك دي عملي على المدارس بمجهود فردي. بالضبط بالضبط. اه حلو قوي. والنتيجه بسريعا يا دكتور النتيجه؟ النتيجه عندي انا. لا خليها عندي انا الله يخليك. تمام. لا يعمل بمثل، انا عارف حضرتك توصل، لا يعمل بمثل هذه الرسائل الا نادرا. واذا اتعمل ما بيتعملش باسم الرساله. مين بقى؟ أشخاص يؤمنون بمثل ما في هذه الرسالة فقط. سؤال بقى سريع يا دكتور، أنت رحت بالرسالة دي قلت للدكتور وزير التعليم في 2007. تمام. قلت له اتفضل. تمام. الرسالة دي عايزين نطبقها وعايزين نمولها ولا خلاص الرسالة؟ كانت جامعة إيه يا دكتور؟ الزقازيق؟ جامعة الزقازيق. طبعا كان للأسف يا أستاذ محمد فعلا كان في مقولة سيئة موجودة ولا زالوا يؤمنون بها. إيه هي؟ دي بقى عشان نرد برضك على هذه الرسالة، رسالتي وغير رسالتي. قولوا يا ابني ميدان التطبيق غير ميدان الايه؟ غير ميدان البحث. أيوة. اللي انت بتقوله حاجة واللي احنا بنعمله حاجة تانية. طبعا ده كلام فاشل. لا ما احنا عارفين انه كلام فاشل. دكتور الرسالة غلطان. دكتور الرسالة اخذت كم صفحة تقريبا نسخة الرسالة؟ لا انا كان تقريبا حوالي 300 وحاجة. ما شاء الله 300. يعني ست فصول. رجعت لكم مرجع فيها؟ لا عدينا ال 200 وشويه تقريبا. 200 مرجع، اوكي يا دكتور. 200 وشويه. خدت كم وقت قد ايه فيها وانت بتعمل الرساله؟ لا انا الرساله كنت انا مسجل من 2001 لغايه 2007. يا ست سنين سبع سنين. لكن الشغل الحقيقي حوالي سنتين. مكافاه الدكتور دكتور مش مهم دكتور
مكافأة الدكتور اللي داقش حضرتك كانت كام؟ لا ده كان حاجة مضحكة تقريبا ممكن توصل حاجة و30 جنيه احنا عندنا على ما اذكر او 100 6 جنيه تقريبا يعني وحاجات كده حاجه زي كده 150 الاستاذ 150 الاستاذ المساعد اقل سنا المدرس حاجه زي كده لكن اخر سؤال يا دكتور ونقفل الموضوع خالص بعد ما خلصت رساله حضرتك حصلت على رقم دكتوراه دكتور ايه بقى الاخبار بعد كده عملت ايه بقى انا اللي اشتغلت لحساب نفسي لا انا بتكلم في الجامعه دكتور حضرتك دخلت بقى استاف الاساتذه بالضبط ايه الاخبار بقى يا دكتور تدريس. سريعا طمنا الله يخليك الاخبار عملته انا بنفسي داخل المدرج مع الطلاب بتوعي في المحاضرات طول سنه رابعه وثالثه واللي كنت بؤمن بيه وبعلمه واللي طلعت منه بالرساله كنت بوصله للطلبه نفسهم وده ربما كان بيغيظ كثير جدا من الزملاء ليه لان دوت بيعيش الواقع والحقيقه مع الطلاب طلاب التعليم الاساسي وطلاب الفرقه الرابعه بحيث ان انا كنت عايز اعيش الطلبه في الواقع اللي احنا موجودين فيه على انه هيطلع مدرس يطبق وكل طلاب لغايه دلوقتي انا اتوقع انهم ما بينسوش هذا الكلام دكتور لغاية محمد 2013 طلبه لغايه 2013 دكتور محمد رأفت مدرس ليه بيقولوا مدرس ليه ما خدتش الاستاذيه الاستاذيه ليه لان انا طبعا عطلت بسبب الامن كثيرا دي واحده الجزئيه الثانيه استهلكنا داخل الجامعة في سفاسف الجامعة الإدارية الكلية الإدارية سفاسف الكلية الإدارية بيستهلك فيها الراجل اللي هو النشيط اللي هو إيه اللي بيشتغل بذمة وضمير لكن اللي جاب وسافر برا السعودية أو غيرها أو غيرها راجل رايق قاعد فاضي هناك الكتب والمراجع تحت إيده فعمل بقى أبحاث وحاجات كده دي واحدة الجزئية الثانية ما يحدث مخالفا للضمير العلمي والمهني والخلقي عند الترقيات وده له وزن دكتور معلش اسف جدا للسؤال اللي جاي وانا عارف ان سؤال سخيف وانا ولو مش عايز اخر مرتب خدته من الجامعه كاستاذ جامعه مدرس في الكليه كان الاستاذ الدكتور محمد مرسي رحمه الله عليه اول من رفع مرتبات كل أعضاء هيئة التدريس وكان سبباً في ذلك وصل إلى 7000 وكسر كان قبلها 2000 أو 3 بس تخيل الرفعة وصلت لغاية فين؟ يعني فوق 100% الأستاذ الدكتور اسمح لي أقول لحضرتك الأستاذ الدكتور محمد رأفت أستاذ مش مدرس أستاذ مادة التربية المقارنة بشكرك جدا واسف اذا كنت ازعجتك بس شكرا ربنا يوفقك انا بس طولت مع الدكتور عشان اقول لكم ان الابحاث اللي زي دي وغيرها بالعشرات الالاف والملايين بتروح نسخه منها في مكتبه الجامعه وخلصت على كده عرفت ليه التعليم في مصر فاشل عرفت ليه الناس نزلت 30/6 عرفت ليه الناس لسه بيضحك عليها ب10 جنيه بلاستيك عرفت ليه لانه مفيش تعليم اصلا مفيش تعليم اصلا مفيش لا تعليم تعليم يعمل وعي ويصنع فكر ويعمل لك شخصيه ده مش موجود التعليم اللي موجود في مصر هو نتاجه اللي احنا عايشين دلوقتي هستناك بعد الفاصل وصوتك واصل رسائل كتيره وصلتنا في موضوع رسوم غريبه بتدفع عشان الرخص انما دلوقتي قبل ما نبدأ ممكن زي ما دايما بنقول بتشاركونا على وسائل التواصل اللي هتظهر على الشاشة دلوقتي يعني إن شاء الله وبرضو هتلاقوا كتير من الرسائل بتظهر تحت في أسفل الشاشة في شريط دي وسائل التواصل وبقية الرسائل اللي بتوصلنا هتوصل هتبقى معدية كده لأن الرسائل كتير قوي في رسالة الحقيقة من أحد من مواطن بيتكلم فيها عن تحصيل 50 جنيه رسوم بدون سبب من أحد الموظفين في مرور مدينة العبور مقابل كتابة حروف العربية على الدوسيه وبعت لنا الفيديو ده نشوف كده خلينا نشوف الأول
هعمل ايه؟ طب صباح الخير، بقول لك انت كل ده بقول لك انت كل ده هو بيقول، هو بيقول في الرسالة انه ده موظف في مرور العبور ما تعرفش صفته ايه غير انه قاعد على مكتب جنب بتاع امان بيجي المواطن عند دفع مبلغ المثلث والادوات اللي ملهاش لازمه غير انها كبايه، بعد كده تروح معاك الدوسيه يجي الاستاذ يقول لك هات الدوسيه عشان يكتب حروف العربيه يطلب منك 50 جنيه، ومتعرفش ليه غير ان الواحد بيدفع عشان يغور من وشهم. انت طبعا الفيديو كان واضح قدام حضراتكم، الفيديو كان واضح انه الدرج مفتوح، شايف الدرج؟ بص هيفتح الدرج دلوقتي، الدرج مقفول اهو يا علي، خدت بالك؟ بعد شويه وبيحرم بقى وقاعد كفران افتح الدرج يا معلم، بس خلصت القصه. نيجي بقى لسواقين التاكسي الابيض في القاهره الكبرى، كمان ليهم شكاوى برضو من محاربتهم من الشركات الخاصه للتوصيل زي اوبر وكريم. هشام من الجيزه بيقول احنا سواقين التاكسي الابيض على مستوى القاهره نحارب بشتى الطرق من الشركات الخاصه سواء اوبر او كريم وديدي اوندريف. ايه اوندريف وديدي دي؟ او ايه الشركه؟ انا اول مره اسمع عن ديدي اوندرايف، قصدي وديدي، مين الشركات دي؟ اول مره اسمع عن درايف دي بتشتغل في مصر. وبيقول وزياده على كده السيارات البيضاء التي قامت بتستلم نمر الاجره والان تنزل الشارع وتقوم بتحميل الركاب على انها تاكسي، ولا أحد من المرور يقوم بمعاقبة هؤلاء، ونحن سائق التاكسي نقوم بدفع التأمينات وضرائب وأمان وخلافه، بيكلفنا حوالي 13,000 جنيه سنويا، وتعريفة التاكسي ثابتة من 5 سنين برغم غلاء جميع الأسعار من قطع غيار أو غلاء معيشة، ولا حياة لمن تنادي. وبعت لنا الفيديو ده واحد، بعت لنا فيديو من سواقين التاكسي الأصفر في اسكندرية بيشتكي نفس الشكوى بتاعت سواقين القاهرة، شوف كده. أستاذ محمد ناصر لو سمحت احنا عايزينك تتكلم على تاكسي الاسكندرية، تاكسي اسكندرية اللي دمروه، اللي ده بعد محمد ناصر. احنا كنا جايبين العربية يا أستاذ محمد ناصر النمر لوحديها كانت ب 120,000 جنيه، وجبنا العربية وقفت علينا 200,000 و250,000 جنيه بالنمر عشان أجرة، نزلوا لنا بقى أوبر وكريم وديدي وميديو وان درايف وما أعرفش وأبلكيشنات. طب اعمل مساواة، سوينا يا عم، سوينا يا أخي، سوينا يا سوينا إزاي يعني؟ ما في، إحنا بندفع 12,000 جنيه كل سنة، الظابط يبقى واقف في الإشارة كده يا أستاذ محمد يشوف اللون الأصفر في أسود، خلاص راح واقف عليه، نام عليك. ليه يا عم؟ عارف الناس مش لاقية تاكل خلاص، طيب الطفل ده ما عرفتش يجددوا الخصم ولا يجددوا العربية، فيجري ينام، لا يدفعك، ياخد الرخصة، يا إما يدفعك مصالحة 100 جنيه، يا إما احنا اتكلم عننا يا استاذ محمد، الله يبارك لك، الله يبارك لك، اتساووا بينا يا عم، نسوي صورنا بيهم. والنبي انا لو شفتك هاخدك بالحوض، لان انا اولا بحب التاكسي الاصفر بتاع اسكندريه ده جدا جدا، هو التاكسي الوحيد في مصر اللي لونه اصفر في اسود، اول ما تنزل اسكندريه تشوف التاكسي ده تحس انك بقيت في اسكندريه، ده اولا. فتحياتي لحضرتك ولكل سواقين التاكسي في اسكندريه الاصفر. وعلى فكره في بلاد كده زي انجلترا ليها تاكسي كده مش عارف اسمه ايه، التاكسي الغريب اللي في اسكندريه البلاك كاب، حلو قوي وعلامه من العلامات المميزه لندن انك تشوف البلاك كاب ده. التاكسي الاصفر علامه المميزه لاسكندريه، فدي اول ملاحظه. تاني ملاحظه بقى، لو رجعت يا علي شويه بالفيديو ورا كده شويه شويه بس بس اقف، لا ارجع شويه شويه صغيرين بس هنا، مين الاخ اللي واقف في النص ده؟ هل ده حد مهبول مثلا واقف؟ اصل زمان كانت بدايه علامات الخبل ان الواحد ينظم اشارات مرور، تلاقي واحد مغبول كده دماغه يعني مريحاه
وقام طلعت في دماغه بدايه مرحله الجنان يعني انه ياب هل ده منهم؟ لا. امال ده مين يا جماعه؟ اصل ده مش لابس عسكري. صدق ان ده واحد بينظم مرور. تاني بقى العب الفيديو كده وروح وديه على الشاشه هتلاقيه راح موقف الناس. ايوه ايوه العب كمل 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 كمل. لا هتلاقيه راح موقف دول اللي معاه سواء التاكس ده لسه لسه. وبعدين فجاه هتلاقيه راح مشاور للناس الثانيه قال لهم يعدوا. يا حضرات اولا كمل كمل هتلاقيه جاي هتلاقيه جاي هتلاقيه جاي بيوقف الاشاره فول سكرين بقى كده هتلاقيه بيوقف الاشاره. وعند خالد شمس اهو محل خالد شمس وهوب هتلاقيه راح موقف الاشاره وقال لهم يا جماعه وقفوا. بص بقى هتلاقيه راح موقفهم ونظم مرور والشارع ضيق وحاجه يا بص حاجه بجد تخنق تخنق. يعني طبعا اسكندريه بلد جميله وانا من احب بلاد مصر على قلبي. بص بص اهو واقف اهو. لا ده معدي ده عدى عادي مفيش اشاره مرور لاي حاجه. ده انت مع نفسك كده ده حواجز بقى نط حواجز وتفضل ماشي مع سواق التاكسي الاصفر الجميل ده. وادي بنك اسكندريه اهو اوب اهو بص راح مشاور وقف. انا بقالي سنين ما شفتش حد بينظم مرور في الشارع. بقالي سنين ما شفتش حد واقف في الشارع بينظم مرور لا في تركيا ولا هنا خالص. ما فيش حاجه اسمها واحد ينظم مرور. دي في حاجه اسمها اشاره كده بتيجي تيجي وقف. ودي ايه اسكندريه دي العاصمه الثانيه لجمهوريه مصر العربيه. ان حد يوقف في الشارع يوقف بمزاجه بقى يوقف الناس دي وبعدين يدخل الناس دي وبعدين الناس تزمر له ورا يلا يا معلم اصبر شويه طول بالك وامسك الشاي بايده. بقالي سنين هذا المجزر الغير حضاري ما شفتوش. تخيل ده في اسكندريه. الى حضره صاحب التاكسي الاصفر انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. انا عارف ان انتوا دافعين دم قلبكم في رقم التاكسي ده لانه مش سهل تاخد رقم تاكسي زي ما قال ب 120 الف جنيه النمره بس عشان يبقى سواق. الحاجه الثانيه انه البلد نسيتكم كما نسيت حاجات كتير جدا. التاكسي الاصفر السيد محافظ اسكندريه ده علامه من علامات اسكندريه. قبل ما تحل مشاكل الراجل التاكسي الاصفر يا راجل حل مشاكل الشوارع يا راجل. الناس بتعدي الناس بتعدي عادي حواجز وينط من مفيش اشاره وبعدين واحد واقف. اين الاموال الطائله اللي صرفتوها على اسكندريه عشان تبقى الاشاره بالشكل ده واحد بمزاجه؟ فين بقى الاشارات الكهربائيه وفين الحاجات دي؟ و30 ثانيه تعدي وده يقفل ده فين الحاجات دي؟ وليه الناس تعدي بالطريقه دي؟ وطبعا الراجل ده اللي عدى في الشارع صالح ده عايز اقول لك قسما بالله الراجل ده لو دخل الاولمبيات هياخدها. ليه بقى؟ لان اصلا الرصيف ارتفاعه لا يقل عن 50 سنتي الجزيره اللي في النص دي. فهو تلاقيه بقى عبر الجزيره اللي في النص ونط منها لانه ما فيش اشاره. اهو الراجل ده ما فيش اشاره. بص ما فيش اشاره يا صالح انت فاكر في اشاره؟ ده هو اتصرف. دي اسكندريه. بص اقف هنا شايف يا راجل شوف الرصيف ارتفاعه قد ايه اللي في الجزيره اللي في النص. كمل 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 كمل. بص اقف هنا لا حته صغيره بس عشان نبان. شوف الرصيف قد ايه تحت في النص الجزيره اللي في النص ارتفاعها لا يقل عن 50 سنتي. انت متخيل لو معاك ست عجوزه او معاك طفل؟ بص اهو حلو قوي يا صالح ده ارتفاعه لا يقل عن 50 سنتي الرصيف اللي في الشارع ده اللي في النص اللي هي جزيره. لا ما فيش حاجه ده شريط. يعني هو شريط طوله حوالي اكتر من 50 سنتي عرضه وارتفاعه 50 سنتي. ده لو معاك راجل عجوز شويه في السن عشان تعدي بيه الشارع ده صعب. فمش بس سواقين التاكسي الاصفر ده كمان البنيه الاساسيه للبلد ضايعه. دي اسكندريه اسكندريه والله اللي ترابها زعفران. فتحياتي لكل سواقين التاكسي الاصفر في اسكندريه وربنا يكون في عونكم على المشاكل دي. موضوع بقى ال ال الواسطه والمحسوبيه. شفنا امبارح الكوتوموتو ابن اخو السيسي متعين مستشار ولم لم يبلغ من العمر 30 سنه مستشار لوزاره الشباب والرياضه. الموضوع ده بقى متغلغل في كل حته في مفاصل البلد. في رساله وصلت لنا الحقيقه من مواطن في مدينه ديروت الشريف باسيوط هم يقولوا لها ديروت الشريف بيشتكي فيها من وجود مبنى مخالف على النيل على ارض ملك للدوله لكن صاحبه
واحد من نواب البرلمان ومحدش عارف يعمل معاه أي حاجة خالص في البلد في الوقت اللي الحكومة فيه بتهد بيوت الناس الغلابة. هو بيقول بقى محمد من أسيوط بعت صور للبناء ده وبيقول هات بقى صور للبناء وأنا أقرأ الرسالة. بيقول اللي قدامك ده صورة لبناء قديم ثلاث أدوار على النيل. أحلاوة أهو ثلاث أدوار على النيل والأعمدة الخرسانية في قلب النيل بمركز ديروت محافظة أسيوط واسمه كازينو قرشي وهو ملك مصطفى أحمد قرشي عمدة نواب أسيوط والمفروض أنه ده على أرض ملك الدولة ومخالف وضمن تعديات البناء على النيل ولكن مالكه يستغل سلطته لمنع المسؤولين من إزالته ومشغله كافيه ومطعم وجيم يعني عشان مسؤول كبير يعمل اللي هو عايزه ومحدش يحاسبه والمسؤولين عن الإزالات تخاف منه وإحنا الغلابة أصحاب البيوت البسيطة يتم إزالتها حرام ده ولا حلال يا مسؤولين. ده صورة البناء قدام حضراتكم حاجة جميلة جدا جيم وكافيه هو اللي بيقول اسمه القرشي جيم وكافيه وحاجات جامدة جدا حاجة ثلاث أدوار وبيستغلوا مطعم جيم وكافيه ومطعم على النيل. في رسالة وصلت لنا من أصدقاء شاب من منطقة عبدين في القاهرة غرق في الساحل الشمالي ومش لاقين جثته وبيقول إن الحكومة والغواصين مش راضين يتحركوا غير لما يدفعوا فلوس عشان يبحثوا عنه. رسالة محمد. أستاذ محمد محتاجين مساعدتك. الشاب ده محمد سيد الشهير بسمكة ساكن في عبدين ميت غرقان في الساحل الشمالي الكيلو 61. نكلم الحكومة مش عايزين ينزلوا إلا بالفلوس الغواصين رافضين. إزاي يعني الشاب ده حقه هيضيع؟ إزاي شاب عنده 20 سنة يموت غرقان بسبب إن مفيش غواصين ولا قرف؟ وقلنا الحمد لله وراح مكان أحسن من هنا لكن نكلم الحكومة عشان نلاقي الجثة مش راضين يتحركوا ومحدش بيرد والغواصين بالفلوس. إزاي حقه هيضيع؟ عبدين كلها بتعيط عليه ومتضايقة فين حقه؟ دي صورة الشاب بعته لنا هو صورة محمد سيد الشهير بسمكة اللي متصور الصورة دي واللي مات غرقان في الكيلو 61 في الساحل الشمالي رحمة الله عليه. ربنا يرحمه ويصبر أهله. لكن هو السؤال يا أستاذ محمد اللي بعتين الرسالة أصدقاء المرحوم نسأل الله أن يرحمه يا رب محمد هو السؤال غرق من إمتى والكيلو 61 تبع إيه؟ تبع محافظة مرسى مطروح ولا تبع محافظة اسكندرية؟ يعني اديني بس تفاصيل أكتر عشان نعرف. وكلمتوا مين؟ يعني مين اللي انتوا كلمتوهم وقالوا لكم عايزين فلوس؟ يعني شوية معلومات بس يا أستاذ محمد عشان نعرف نتكلم. ميت بقاله قد إيه أو غرق بقاله قد إيه؟ تبع محافظة إيه الكيلو 61 ده؟ تبع اسكندرية ولا تبع معرفش أي محافظة تبع ليها؟ ما عنديش فكرة. وكلمته مين ورفض؟ يعني مين في الحالة دي بتكلموه ويرفض أو صاحب السلطة يعني؟ ونسأل الله. وكويس إن أنتوا شباب بتبعتوا رسالة بتحاولوا تستغيثوا الحل مشكلة صديق ليكم ودي مشاعر كويسة جدا. وتقبلوا عزائنا والله كأسرة برنامج مكملين في المرحوم محمد سيد. بس اديني معلومات أكتر ربنا يخليك. وصلتنا رسالة من أصحاب المخابز. حتى أنتوا بتشتكوا بتوع المخابز؟ بتشتكوا من إيه بقى؟ مخابز دي حاجة ده احنا بنقعد بالطوابين عشان المخابز دي. بيشتكوا فيها من الغرامات الغير مبررة اللي بتعملها لهم وزارة التموين واللي بتوصل لآلاف الجنيهات وبتسبب لهم خسائر كبيرة كل شهر بدل ما يكسبوا. عبد الرحيم من بورسعيد. عبد الرحيم بيقول يا أستاذ محمد لو سمحت تكلم عن المخابز اللي كانت من مشاريع الأمن القومي لا يمكن تعطيل العمل بها تحت أي مسمى والآن أصبحت مركز لجلب الأموال للدولة عن طريق مص دماء أصحاب المخابز بعمل مخالفات تصل عقوبتها لمئات الآلاف في العقوبات الواحدة. فهل يعقل إن المخبز يبيع رغيف الخبز بخمس قروش
ويتحمل عقوبات بهذا المبلغ علما بأن أصحاب المخابز لا يحصلون على من تكلفة الرغيف اللي هي 65 قرش، كل مكسبهم 12 قرش وهي بمثابة أجرة التصنيع فقط، أما باقي 65 قرش فبتخصم جميعا من المنبع لسداد ثمن الدقيق والتأمينات، وال12 قرش يحصل صاحب المخبز على 5 قروش منها المواطن، و7 قروش تصرف من البنك عن كل رغيف خبز يتم بيعه بالبطاقة، وهذه السبع قروش أصبح يخصم منها جزء للجيش. ولا أدري لماذا هذا، بخلاف الكم الكبير من المخالفات التي تحرر لأصحاب المخابز كل شهر، فيجد صاحب المخبز نفسه في نهاية كل شهر مديون ببضعة آلاف بدل الربح. لا معلش يا محمد يا عبد الرحيم، انت دلوقتي بتقول لي انه تكلفة الرغيف اللي هو بخمس قروش ده تكلفته 65 قرش ماشي، المخبز بياخد منها بس 12 قرش، طيب بقية ال 65 بتروح فين؟ بتتسدد لثمن الدقيق اللي انت اخدته انت اللي بتقول، والدقيق والتأمينات، ال 12 قرش بيحصل منها صاحب المخبز على 5 قروش بس، من 12 يبقى باقي كام؟ 5 من 12 يبقى باقي ايه؟ 7 قروش يعني؟ 7 قروش، 7 قروش بتروح منها تصرف للبنك عن كل رغيف ويخصم منها للجيش، ليه بقى؟ ليه الجيش بياخد من اصحاب الفرن عن كل رغيف بياخد ما بياخد كام بقى من السبع قروش دي؟ ليه الجيش بياخد على كل رغيف؟ يا نهار اسود، ليه الجيش بياخد على كل رغيف؟ دي معلومه جديده بالنسبه لي، ان الجيش يا حضرات اهو بياخد من كل رغيف مبلغ، انت اللي هو رغيف ابو خمس قروش ده، المعلومه ايه؟ لما دورنا لقينا ان وزاره التنميه المحليه عملت مخالفات في شهر يونيو بس اللي فات لاصحاب المخابز ب 3 مليار جنيه. التنميه المحليه توقع غرامات بقيمه 3 مليار جنيه على المخابز المخالفه. اديك عرفت يا مصري اهو ان تسلم الايادي، الجيش بياخد على كل رغيف بخمس قروش مبلغ. جديده دي بالنسبة لي جديدة. ايه دخل الجيش بدقيق وعيش بيتخبز ويتباع للمصريين بخمس قروش بالبطاقة؟ 3 مليار جنيه، فأنت عندك حق إلى السيد وزير التموين كفاية حلب في أصحاب المخابز. أنا بس عايز أقول لمحمد بتاع عابدين على الجماعة اللي هم الغطاسين اللي مش عايزين ينزلوا يدوروا على الجثة وبيدوروا على وعايزين فلوس عشان يدوروا على محمد من عابدين. أنا حكالي غطاس يا محمد الحكاية اللي حكاها لك دي زي ما حصلت بالظبط، قسما بالله حكاها لي بالنص وهو صادق في اللي قاله. فاكر أنت العبارة اللي كانت جاية من ميناء ضبا في السعودية وغرقت؟ كانت مركبة حمولة زيادة وغرقت العبارة، مش عارف راح فيها كام عدد كبير قوي من الناس أيام حسني مبارك. بيحكي لي الغطاس ده والله العظيم لا مش السلام، هي السلام بتاعت ممدوح اسماعيل، راح فيها حوالي 1000 واحد اطفال وستات ورجاله وبتاع، والله العظيم بيحكي لي هذا الغطاس كان بيشتغل في الغردقه او في الحته دي يعني، بيقول لي لما نزلنا نجيب الجثث من تحت كنا بنلاقي ناس في جيوبها فلوس أو ستات لابسة ذهب أو بنات صغيرة لابسة حلقان وحاجات كده. بيحكي لي إنه نزلوا زمايله على طول وبيجيبوا الجثث من تحت، فكانوا يطلعوا الذهب ده أو الفلوس وياخدوها ويطلعوا ويسيبوا الجثث. فبيقول لي معرفش ليه واحنا بنعمل الحكايه دي، ما هو مش منهم وبيحكي على زمايله يعني،
بيقول لي ما اعرفش ليه انا كنت شايفهم بعيني تحت الميه بيعملوا كده ويشاوروا البعض، يعني ده شال كتير فده. فبيقسم لي بالله العظيم اني ما عدتش سنه الا وثلاث ارباعهم اللي جاله شلل، اللي طلق، اللي بيته اتخرب، اللي حصلت حريقه عنده. بيحلف لي بيقول لي انا شفت ايات من عند ربنا، العيال دي اللي سرقت فلوس الناس تحت الميه بيقول لي ما في واحد فيهم يتهنى بالفلوس دي. وهو على فكره مالاش اخوان ولا متدين ومقضيها، بص خيالك يشطح مقضيها ستات على خمر على غير. بس بيقول لي قسما بالله انا الحادثه دي هزتني، ما عدتش سنه الا والغطاسين دول كل واحد فيهم اللي بيته اتحرق، اللي عياله عيل مات عنده، اللي مش عارف حصل له ايه. فانا بس بكلم الاخوه الغطاسين اللي مش عايزين يدوروا الا بالفلوس. والله العظيم يعني التاريخ، او يعني اتقوا الله في الناس ودوروا على محمد، حتى الناس اللي مسؤول عنهم، لانه لعنه محمد دي قد تصيبكم بوباء انتوا ما تعرفوش. على كل حال انا خلصت صوتك وصل، فخلينا نطلع فاصل قصير ونعود مره ثانيه. من امبارح بالليل وهاشتاج حق الصيدلي احمد حاتم متصدر مواقع التواصل الاجتماعي. الناس بتكتب كانها بتبحث عن حقها المفقود في الكرامه في بلدها وبره بلدها. ايه بقى القصه؟ احمد دكتور صيدلي شاب جات له فرصه انه يسافر السعوديه ويشتغل فيها زي اي حد مصري عايز يعمل بيت، يعافر يمكن يقدر يعمل حاجه. أحمد عافر لحد ما اتعلم وأخذ الشهادة واتخرج من كلية الصيدلة وأخيرا اشتغل في السعودية وجاله عقد في السعودية وأسرته واتجوز وخلف وأسرته كانت موجودة معاه في السعودية. وفي موقف غريب بعيد عن خيال أي كاتب سيناريو بسبب بساطته، مواطنة سعودية تدخل تطلب منه مضاد حيوي. أحمد كان لسه أولاده في السعودية موجودين معاه لحد من أسبوعين ثلاثة، سافروا هم مصر، هو كان مفروض إن هو يلحق بيهم كما تقول الروايات، لكن الكفيل بتاعه قال له لا ما ينفعش، ما عنديش حد يسد مكانك، اقعد أنت هنا. ولاده ومراته نزلوا على القاهرة أو مصر يقضوا العيد، هو بيشتغل لأنه الكفيل رفض إن أحمد يرجع أو ياخد أجازة. واحدة سعودية داخلة تطلب منه مضاد حيوي، هو رفض يديها المضاد الحيوي بدون روشتة الدكتور. الست طلعت من الصيدلية تاني جابت مسدس من عربيتها وأطلقت عليه رصاصتين في ظهره، في ظهره. حصلت مناوشات وأدي الخبر أهو، الشرق بسبب مضاد حيوي، تفاصيل مقتل صيدلي مصري برصاصتين على يد السيدة السعودية. ده أحمد يا حضرات. وسائل الإعلام المصرية بتقول إن التحقيقات بحسب صحيفة الوطن إن الصيدلي المصري أحمد لقى مصرعه بعدما رفض إعطاء المتهمة السعودية عبوة مضاد حيوي، وذلك لحين توفر روشتة طبية، وقال لها دي تعليمات وزارة السعودية الصحة السعودية. أضافت أن ده أثار غضب الست، خرجت مسرعة من بوابة الصيدلية. الضحية أحمد ظن أنها مشيت خلاص، إدها ظهره عشان يشوف إيه بقيت شغله. في اللحظة دي كانت الست رجعت تاني وأتريها كانت بتجيب سلاح من العربية وصوبت سلاحها الناري تجاه الصيدلي وأصابته بعيارين ناريين استقر في ظهره لترديه قتيلا. التحقيقات الأولية كشفت المتهمة لما خرجت من الصيدليه ما كانتش رايحه تمشي، انما راحت تجيب السلاح من الصيدليه من العربيه. وقالت ان قوات الشرطه السعوديه القت القبض على المتهمه بقتل الصيدلي المصري احمد حاتم وتباشر التحقيق. بمنتهى البساطه، تخيل انت بتكلم واحد فرفض يديك حاجه ترجع تجيب المسدس من العربيه وتضربه بالنار كانه فرخه. بمنتهى البساطه. مين بقى أحمد؟ دي أبرز المعلومات عن أحمد. متوفي أو من سوريا منوفي ولديه طفل عمره عامان. 10 معلومات عن الصيدلي. الصيدلي أحمد حاتم من قرية كفر دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.
يبلغ من العمر 24 سنة، سافر قبل سنتين يشتغل في السعودية. كان بيشتغل مدير بصيدلية العائلة بالناصرية في مدينة سكاكا السعودية. اتجوز من 3 سنين وأنجب طفل يدعى محمد، عمره سنتين بس. معروف عنه أخلاقه الحسنة والتزامه بعمله وفقا لرواية أقربه. لم يرى والديه وكان التواصل هاتفيا وعبر التطبيقات وفقا لرواية خاله. زوجته وابنه عادوا إلى مصر منذ 3 أسابيع بدونه نظرا لعدم توفر كفيل أو الكوفير يوفر له حد بديل عنه. سبب مقتله رفض بيع مضاد حيوي لسيدة سعودية إلا بوجود وصفة طبية طبقا لتعليمات وزارة الصحة. يعني ربنا يرحمه، كان مقرر النزول إلى مصر وعدم العودة مرة أخرى بعد انتهاء تعاقده مع الكفيل في شهر 8 المقبل بعد 2 من العمل. الحادثة هزت الناس على السوشيال ميديا وبدأ النشطاء يتكلموا أو يتفاعلوا مع هاشتاج اسمه الصيدلي، حق الصيدلي أحمد حاتم لازم يرجع. الدم المصري كله غالي، الدم المصري مش رخيص عشان كل شوية حد يتقتل ولا يتذبح. حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. جيهان، والله لازي لا إله غيره، لو تعلمون أنكم في دولة محترمة لما ظهر هذا الهاش. النظام الحاكم لا يرى ولا يسمع، نحتاج دولة قانون ومسؤولين يمثلون الشعب، لكن السيسي وأعوانه مش فاضيين غير للسرقة في مقدرات البلد. مي المشكلة عندهم بنت دبحها زميلها أمام الجامعة، نحرها نحر وطعنها 19، ومتعاطفين معاه وجالسين يطالبون المحكمة بتخفيف الحكم عليه رغم أن كل الناس شافوا القاتل وبيقتلها والفيديو منتشر. عموما العدل عندنا ما في رشاوي من تحت الطاولة اللي له حق بياخده، حق الصيدلي دي سعودية، دي اللي صاحبة الحساب اللي فات ده سعودية بتقول عندنا دولة قانون يعني وبطمن المصريين. يعني جيفارا بيقول أول ناس كرامتهم متهانة وتحت قدم السعودي هم المصريين، وأتحدى أي حد يقول كلام غير ذلك ومن زمان، فما بالكم بالآن. أنا الحقيقة ما بحبش الموضوعات تطال الشعوب الأخرى. في السعودية مصريين ناجحين جدا والدولة والسعوديين بيعملون بمنتهى الاحترام، في سعوديين زي السعودية دي مجنونة وفي سعوديين في منتهى الاحترام. التعميم مش حلو، وفي مصريين شغالين في السعودية في مراكز كبيرة جدا أو حتى مالين مراكزهم اللي هم شغالين فيها، والسعوديين بيعاملوهم بالاحترام والمصريين عندهم كرامة، وفي مصري بيتهان حتى جوه مصر مش بس مرة مصر. فبلاش نعمم. يعني وزير القوى العاملة على طول طلع وقال البق المعتاد يتابع وصول جثمان الصيدلي بالرياض ويؤكد جميع حقوقه محفوظة. ده وزير سعفان، اسمه سعفان من قبل ما يطلعه، محمد سعفان، قال لك احنا كذا وبنعمل، تم اطلاق النار عليه. بنفس الثقه اتكلم ابو البكري مصطفى بيه بكري وقال لك نثق في التحقيقات السعوديه. يا راجل والله العظيم تثق في التحقيقات السعوديه مع خاشقجي. افتكر بس خاشقجي الله يرحمه اهو بيقول لك ناس، لا انا مش هقراك يا مصطفى بكري، انت لا تستحق مني القرايه. انما انا عندي سؤال واحد بس، فين وزارة الهجرة؟ نبيلة مكرم، ما هو دول مهاجرين، يعني ده شاب مهاجر، فين نبيلة مكرم؟ أنا أقول لك بقى، نبيلة مكرم دلوقتي مشغولة في قضية ابنها اللي قتل 2 مش واحد. نبيلة مكرم دلوقتي كان الله في عونها مشغولة بابنها، لأن قضية ابنها قضية لبساه ما فيهاش هزار بقى. فالست مش فاضية لأحمد حاتم اللي اتقتل ده. المشكلة بقى مش في إن مصطفى بكري بيثق ولا ما يثقش، المشكلة في الست اللي باقية بقى. طب أحمد حاتم عند الله دلوقتي، مراته بقى أخبارها إيه؟ بتشتكي من المواطلة في تسليم الجثمان وإن الكفيل السعودي مش عايز يسلمها الجثة، هي اللي بتقول. ربنا يصبرها بجد، يعني بجد. وزيرة الهجرة طلعت عزت البتاع اهو
وزير التجارة تقدم العزاء لأسرة الصيدلي المصري المتوفي بالسعودية. شكرا شكرا. كفاية يعني كفاية يعني. طب سلموها الجثة. مش دي مشكلة بقى؟ بالصدفة البحتة ومن غير ترتيب من دوما السيسي ومن غير جهاز سامسونج فجأة عشان ما نزعلش السعوديين يعني عايزين نعمل حاجة تبوظ المشهد ده عشان السعوديين ما يزعلوش. فطلع موقع أو جريدة اسمها القاهرة 24 نشرت فيديو غريب عن مصري مستهتر وحش في السعودية برضو بيقطع المصحف الشريف والسعوديين بيضربوه عشان هو مش محترم وما عندوش أخلاق. اتفرج أهو علقة ساخنة من سعوديين لمصري وجدوه يقود سيارته ويقطع المصحف الشريف. العب وسيد أمه من ضرب حتى خطا غير يضرب وسيد أمك أحمر يضرب يكون شركة بنت ميت سيد أحمر ضرب. إيه بقى الموضوع؟ هل في كان في مصري بيقطع القرآن فعلا بيقطع المصحف فعلا؟ هل ده حصل؟ الناس اللي سمعت الفيديو ده كله اخره قالت كان الراجل بيرفع المصحف بيقول عليكم عليك بهم يا رب. يعني الراجل ما كانش بيقطع المصحف؟ لا قالك لا. طب دي رواية. انما الاهم بقى من كل ده هو ليه موقع القاهرة 24 اللي نشر الفيديو ده واهتم بنشر الفيديو ده في الوقت بتاع هاشتاج احمد لازم يرجع؟ هل هي كانت محاولة لكسر التعاطف أو لم فلوس من محمد بن سلمان؟ السؤال الأهم بقى، طب أنت كموقع نشرت الفيديو ده وادعيت على الراجل أنه كان بيحرق المصحف في السعودية أو بيقطعه في التوقيت ده، السؤال بقى الأهم، ليه بقى حضرتك حذفت الفيديو بعد السيل من التعليقات؟ أهو حذفوا الفيديو، الموقع نفسه حذف الفيديو بعد سيل من التعليقات للناس. الناس مسكت الموقع بتاع القاهرة 24 بهدلوهم على الفيديو ده اللي ادعوا فيه ان الراجل كان بيقطع المصحف في توقيت ظهور هاشتاج حق أحمد حاتم لازم يرجع. هي للدرجة دي العفانة والوساخة وصلت بيكم للدرجة دي؟ إنما دي صحافة الدمى بتاعت عبد الفتاح السيسي. نطلع فاصل وناخد الفقرة الأخيرة. أهلا بكم في الفقرة الأخيرة من حلقة الله دي، والفقرة دي عن زيارة بايدن. أنا شفت فيديو لاستقبال بايدن والحقيقة عملوا له مؤتمر، ألقى كلمة داخل المطار وفكرهم في الكلمة دي لما كان موجود في السبعينات وكان لسه سيناتر، وقال لهم كنت واقف في المكان ده وكان جنبي إسحاق رابين وكنت لسه يعني شاب صغير، وبيقول أنا قلت لكم زمان في الوقت ده ليس هناك شرط أن تكون يهوديا لا يمنعك عدم كونك يهودي من أن تكون صهيوني. ده اللي قاله بايدن بالضبط في الكلمة اللي ألقاها في المطار عقب وصوله إلى المنطقة. وصل الراعي الأمريكي إلى المنطقة بايدن في الشرق الأوسط وبدأ زيارته بإسرائيل، بعد كده هيتجه بكرة للسعودية. الزيارة الحقيقة جاية وسط يعني توقعات بأسعار النفط اللي بتتأرجح دي مع الحرب الروسية الأوكرانية، والأهم هو فضيحة الحلم الأمريكي على يد بايدن اللي هيقابل السيسي وابن سلمان، رغم تصريحاته هو شخصيا عن حقوق الإنسان والديمقراطية. هل بات كل شيء قابل للمساومة؟
أم إن دي هي أمريكا بقيمها؟ هل هينجح بايدن اللي كان بيعتبر السعودية قبل كده دولة منبوذة؟ هل ينجح في أنه يعيد تشكيل علاقات جديدة مع الشرق الأوسط؟ الأهم بقى أن بايدن في الداخل الأمريكي بيواجه مشكلة التضخم بشكل كبير جدا، فهل هو بيهرب أو بيحاول يبحث عن علاج في الشرق الأوسط لمشاكله الداخلية؟ أنا معرفش، لكن كل دي جوانب هنناقشها مع ضيوفي. معايا للتعليق على زيارة بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط معايا الدكتور أسامة أبو أرشيد، الكاتب والباحث السياسي. دكتور أسامة أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ محمد. ومعي أيضا الدكتور غبريال سوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي الأسبق أو السابق دونالد ترامب. أهلا بك دكتور غبريال. مرحبا. خليني أبدأ بالدكتور غبريال. دكتور غبريال، يعني المتابع للوضع الداخلي الأمريكي يجد أن بايدن يواجه مشاكل عديدة في الداخل، لعل أبرزها هو التضخم. هناك من يرى أن زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط هي محاولة لحل مشكلة الداخل الأمريكي بخروج إلى الشرق الأوسط. إلى أي مدى ده ممكن يكون مظبوط؟ أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. نعم، هناك مشاكل اقتصادية كبيرة في الولايات المتحدة لم نشهد مثيلا لها منذ أكثر من 40 سنة. مثلا عندما وصل الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض، كانت قيمة البنزين للجالون الواحد $1.90، يعني أقل من $2. اليوم ندفع بحدود $5. هذه زيادة غير طبيعية. طبعا السبب الرئيسي لذلك هو أن الرئيس بايدن تفرد بتخفيف إنتاج أو تقليص إنتاج البترول في الولايات المتحدة من 15 مليون برميل في اليوم الواحد إلى 11 مليون برميل، فإذا خفض الإنتاج بمعدل 4 ملايين برميل. اليوم يذهب إلى السعودية ليطلب منهم زيادة الإنتاج. السعودية بإمكانها أن تلبي هذا الطلب على المدى القريب بحدود 700 ألف برميل، وكذلك الإمارات بإمكانها زيادة إنتاجها من النفط إلى حوالي 500 ألف برميل، يعني بين الاثنين حوالي 1,200,000 برميل. ولكن بإمكاننا زيادة الإنتاج في أمريكا لو أن الرئيس بايدن يريد زيادة الإنتاج في أمريكا. هذا سبب، هذا أول سبب. السبب الثاني هو غلاء المعيشة بأمريكا. لم أجد مثيلا لها، صار لي بأمريكا 47 سنة، وصلت غلاء المعيشة إلى 9.1%. عندما استلم البيت الأبيض بايدن كانت 1.5% غلاء المعيشة على أيام ترامب، 1.5%. اليوم وصلت إلى 9.1%. فإذا هناك مشكلة داخلية كما ذكرت حضرتك. طيب خليك معي دكتور غبريال، بعد إذنك أروح لدكتور أسامة. دكتور أسامة، ما الذي تغير في سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط بعدما كان بيعتبر أن زعماء المنطقة منبوذين، خاصة حديثه عن السعودية؟ ما الذي تغير؟ كثير من الأمور تغيرت. أشار يعني سؤالك أشار إلى واحد منها، قضية التضخم الواقع الاقتصادي، والدكتور غبريال شرح جانب من الصورة في الجانب الاقتصادي والضغط على حظوظ الديمقراطيين في الانتخابات القادمة، والضغط حتى على حظوظه. يعني حتى الآن هو بدأ يتراجع عن مسألة تأكيد أنه سيترشح مرة أخرى، مع أنه كان يؤكد دائما أنه سيترشح. مستوى الرضا الشعبي عنه اليوم 39% فقط. كثير من الديمقراطيين لا يريدون منه أن يترشح. الهفوات التي تتكرر من قبله تدل على أن السن قد يؤثر على قدراته الإدراكية، يؤثر على قدراته التعبيرية. فهناك الكثير من العوامل المتعلقة به كشخص، المتعلقة بالحزب الديمقراطي. لكن هناك عوامل أبعد من ذلك، أبعد من الحسابات الحزبية والسياسية. هناك عوامل متعلقة بالجيوسياسي، وهذا الجيوسياسي هنا يحضر في عدة أبعاد.
عندنا بعد الأول وهو بعد الاجتياح أو الغزو الروسي لأوكرانيا، هذا رفع أسعار الطاقة عالميا. طبعا لا شك أنه سياسات البيئية الصارمة التي يتبعها بايدن والديمقراطيين في الولايات المتحدة مثل ما أشار الدكتور جبريل أثرت على 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 قدرات أمريكا في الإنتاج، لكن لا يوجد مصافي كافية أيضا، مصافي تكرير، لأنه هناك حديث عن أمريكا التي ستتجه إلى الطاقة الخضراء، كلام كثير يعني هذا ليس مكانه الآن. فإذا اجتياح الروسي لأوكرانيا سبب أزمة عالمية اليوم، أزمة طاقة عالمية، وهذه الأزمة لابد أن يتم التعامل معها. جانب من التعامل معها سيكون الخليج، وإن كان كما أشار الدكتور جبريل أن السعودية والإمارات ليستا في وضع يؤهلهما لتعويض الفاقد في النفط الروسي، ولا حتى قطر في وارد القدرة على تعويض الفاقد كاملا بالنسبة لكل الأطراف في الغاز الروسي. فهذه مسألة حاضرة هنا، يريد أن تكون هذه المسألة على الأجندة، لأنه يريد تخفيض أو يعني إنزال أسعار البنزين والوقود في الولايات المتحدة، لأنه لو تم ذلك فقد يحسن من الجانب الانتخابي أو البعد الانتخابي بالنسبة له، لكنه أيضا يريد أن تبقى السعودية والإمارات تحديدا في جانب الضغط على روسيا عبر زيادة الانتاج للضغط على روسيا اقتصاديا، لأن العقوبات التي على روسيا عقوبات استنزفتها بشكل كبير لكنها ليست كافية إلى الآن. فهذا بعد، هناك البعد الاقتصادي الذي يريد أن يضغط به على روسيا، وهناك البعد العسكري الذي أمريكا تمارسه طبعا بالضغط على روسيا عبر تسليح الأوكرانيين. البعد الآخر المهم الذي حاضر هنا هو بناء إطار إقليمي أمني إقليمي، وهو ما يسمونه بإدماج إسرائيل في المنطقة، بمعنى أن يكون هناك إطار وكيل ليس على صيغة الناتو كما يتوقع البعض، لا ليس ناتو، إنما إطارا وكيلا، بمعنى أو إطارا يشكل دور ويلعب دور الوكيل. هذا الوكيل سيتحمل المسؤوليات الأمنية في المنطقة، سيضغط على إيران، سيسعى لاحتواء إيران، ستكون إسرائيل مركزه، ولذلك نقلت إسرائيل من القيادة الأوروبية إلى القيادة المركزية الوسطى، فستكون إسرائيل جزء من هذه المعادلة الأمنية الجديدة، وهي الآن عمليا جزء من المعادلة الأمنية الجديدة عبر الحديث عن وجود دمج حقيقي حصل بين بعض الدول العربية وإسرائيل، دمج للأنظمة الدفاعية الجوية. هناك تقرير نشر في الأمس في نيويورك تايمز أن إسرائيل أسقطت عدد من الطائرات المسيرة بدون طيار إيرانية بعون عربي. من هي هذه الدول؟ الإمارات لا شك، البحرين لا شك، الأردن هناك حديث عن دور، مصر حتى هناك حديث عن دور. فإذا هذا البعد الثاني، هذا الإطار الأمني الذي سيحمل تكلفة احتواء إيران في المنطقة. وهذا يقودني إلى البعد الجيوسياسي الأوسع، من هو الخصم الجيوسياسي الحقيقي بالنسبة للولايات المتحدة؟ ليست روسيا، روسيا تشكل تهديد، قوة متمردة يسمونها، لكنها ليست قوة قادرة على أن تنافس الولايات المتحدة. فالصين حسب التعريف الأمريكي الرسمي للإدارة بايدن هي التي تمثل الخصم الجيوسياسي الحقيقي، ومن ثم لا يريدون للصين أن تنفذ إلى المنطقة من ناحية هي وروسيا، بسبب أن هناك انسحاب أمريكي وتراجع الثقة بالموثوقية الأمريكية من قبل حلفاء. والبعد الأهم بالنسبة للولايات المتحدة هو أنها لا تريد أن تكون متورطة في المنطقة مستنزفة فيها عسكريا، بحيث أن الصين تستمر بالصعود، هذا ما قاله أوستن قبل أشهر قليلة. أيوة، وده ورد في بعض في بعض المواقع الصحفية، تحدثوا عن مواجهة سبب الزيارة، مواجهة عدوان روسيا والتغلب على الصين. هناك تقارير صحفية ذكرت اللي حضرتك قلت دكتور أسامة. أروح للدكتور جبريل. دكتور جبريل، يعني في هذه الحالة أيام ترامب كان ترامب فخور بأنه يستطيع أنه يجلب أموال من السعودية بمكالمة هاتفية، الآن يسعى بايدن إلى زيارة السعودية. السؤال الآن إلى يعني هل السعودية تستطيع أن تفرض شروطها خاصة فيما يخص ملف حقوق الإنسان على الإدارة الأمريكية، وتغير من طريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع السعودية؟ أعتقد بأن الرئيس بايدن أخطأ كثيرا في عندما كان مرشحا للرئاسة، عندما تهجم بالطريقة التي تهجم بها على الأمير محمد بن سلمان. هناك وسائل دبلوماسية يمكن القيام بها للضغوط على السعودية، ولكن أن ينشر
على الصحافة الأمريكية ما المعلومات التي كانت لدى الاستخبارات الأمريكية عن الأمير سلمان وعلاقته بما حصل في تركيا بمقتل الخاشقجي. إذن علاقة الولايات المتحدة مع السعودية تغيرت عما كانت فيه عندما كان الرئيس ترامب رئيساً للولايات المتحدة. إذن السعودية اليوم وجد نفسه في مأزق كبير، ارتفاع أسعار البترول بالشكل الهائل الذي لم نشهد له مثيلاً في الولايات المتحدة، مما اضطره إلى أن يغير موقفه تجاه الأمير محمد بن سلمان. كان بايدن يقول دائماً لا أريد أن أتعاطى مع هذا الشخص، ولا أريد أن أسلم عليه، وكان يقول بأن الأمير محمد بن سلمان يريد الاجتماع بالرئيس بايدن، وكان يقول لن أجتمع به. إذن كل هذه الأمور تغيرت لأنه وجد بأن السياسة التي كان يتبعها كانت خاطئة، ولا بد من الحديث أو المفاوضة مع الأمير السعودي، لأنه هو القيادي الوحيد في الوقت الحاضر الذي يمكن البحث معه في أي موضوع مهم. إذن يجد الرئيس بايدن بأن سياسته التي كانت ترمي في السابق إلى الانسحاب من الشرق الأوسط، كما نعلم كان يريد بأن يخفف من النفوذ الأمريكي في المنطقة، تغيرت هذه السياسة اليوم، وأصبحت الولايات المتحدة كما كانت في السابق أن يكون لها علاقة طيبة مع دول الخليج العربي وبصورة خاصة مع السعودية. طيب دكتور أسامة، معلش لدي سؤال برغم اللي وضحه الدكتور جبريل وحضرتك بخصوص زيارته للسعودية، وانت حدثنا عن البترول وعن إلى آخره، لكن لدي سؤال، هل هناك إشارة أخرى لاختيار بايدن زيارة السعودية رغم ما سبق وذكره الدكتور جبريل عن كلامه قبل الانتخابات عن السعودية وأنها دولة منبوذة؟ هل السعودية الآن يتم من خلالها إعادة هندسة المنطقة؟ هل السعودية الآن بصراحة أخذت مكان مصر في المنطقة وأصبحت هي الدولة التي من خلالها سيعاد تخطيط المكان كله، المنطقة كلها، واستعاد السياسات تجاه هذه المنطقة؟ إلى أي مدى ده صحيح؟ هذه هي عقدة المنشار الحقيقية، وهذه هي النقطة الأساسية هنا. وهذا الحديث يعني يقال علنا، يعني السعودية اليوم بما تمثله من ثقل بسبب وجود الحرمين على أرضها، بما تمثله من ثقل ديني لدى المسلمين، فإنها عمليا هي الجائزة الكبرى وليست مصر بعد اليوم. مصر خرجت من معادلة الصراع منذ فترة طويلة، يتم التعامل معها على أنها أمر مضمون، بالإضافة إلى أن مصر أصلا اليوم دولة منهكة داخليا، لا اقتصادها منهار، مصر الاستراتيجية لم تعد حاضرة، مصر الإقليمية لم تعد حاضرة، يتم التعدي على ماءها وهي لا تستطيع حتى أن تحرك ساكنا. مصر اليوم عمليا خارج المعادلات، ليس لأنها ضعيفة ولأنها غير قادرة، وإنما لأن قيادتها ليست قيادة دولة بحجم مصر. هذه مسألة. السعودية تملك مخزون حقيقي، مخزون روحي لدى المسلمين، وتملك مخزون أيضا اقتصادي رهيب جدا، وهذا هذان المخزونان عمليا هما ما ينهض بالسعودية. وعندما يتحدث عندما بايدن وجه قبل زيارته بأنك ستذهب إلى المنطقة، ستجتمع بالسعوديين، قد تصافح محمد بن سلمان، كان جوابه أنني أذهب لأنني أريد أن ندمج إسرائيل حليفتنا في المنطقة. فإذا عملية الهندسة هي جزء، هي البعد الأساسي في كل ما يحصل عندنا اليوم. كانت الإمارات تمثل الجائزة الكبرى، كانت تقدم الإمارات على أنها سبارتا of the Middle East، سبارتا الشرق الأوسط، وهذا التعبير ماتس وزير الدفاع الأمريكي السابق. لكن اليوم سبارتا هذه لا تملك الإمكانات ولا تملك الروافع، سبارتا هذه وهمية ليست حقيقية، سبارتا الحقيقية هي السعودية. ومن ثم إذا تم عملية هندسة وبوجود السعودية، عندها ستكون العلاقات مع إسرائيل أكثر عمقا وأكثر، وإسرائيل ستكون مطبعة في المنطقة وليس التطبيع مع إسرائيل، مطبعة في المنطقة وجزء أساسي من المنطقة. عندها سيتم
أن إعادة النظر في المنظومة الإسلامية كاملة. واليوم نرى الحديث عن التعليم في السعودية وعن المناهج التعليمية في السعودية، عن زيارة وفود أمريكية بما فيهم يهودي، ودخل بزيارة وفد رسمي إلى المسجد النبوي، ويعني والروايات التي تقدم الآن عن كيف كان الشعور أنهم دخلوا إلى المسجد النبوي، إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها عملية إعادة صياغة، إعادة صياغة لمنظومة كاملة. أنا الآن لا أريد أن أدافع عن المنظومة أنها منظومة صحيحة 100%، لكن أيضا عملية النقض التي تتم ليس بهدف إعادة بناء منظومة ذاتية، إنما بهدف إعادة صياغة بما يتناسب مع مصالح الآخر وليس مصالح الذات. وهذا كله اليوم نجده جزء من المنطقة. فالإطار الأمني حاضر في الصياغة، الإطار الاقتصادي حاضر في الصياغة، الوجود الأمريكي وإعادة إنتاج الوجود الأمريكي بحيث لا تكون غارقة في المنطقة بتفاصيلها وتتفرغ لشرق آسيا حاضر أيضا في الحسابات، لكن مع بقاء أمريكا موجودة. لكن الأهم هو عملية إعادة صياغة البنية الثقافية، البنية العقدية، البنية الفكرية، البنية الاستراتيجية للمنطقة. وهذا ما نشهده بشكل كبير. لو نظرت ما يجري في مصر، ما يجري في الأردن، ما يجري الآن في السعودية، ما يجري في الإمارات، عملية النبش في الدين الإسلامي كدين مرة أخرى. في مشاكل، هناك أخطاء، هناك لا شك أنه قراءات خاطئة، لكن العملية ليست تعامل مع قراءات خاطئة، إنما عملية نقض دون وجود فكرة للبناء. وهذا هو المطلوب بشكل أساسي، وهذا المشروع الذي أطلقته راند وتبنته الإمارات والفاونديشن فور ديفنس اوف ديموكراسي هنا في أمريكا، واليوم السعودية جزء من هذه اللعبة، ودخلت دول عربية أخرى كثيرة على هذا الخط، وكلها هذا مكشوف، لأنه كله في وثائق ويكيليكس، كله موجود. هرجع لك تاني يا دكتور أسامة، العتيبة المسربة هنا في واشنطن. هرجع لك تاني دكتور أسامة، لكن أروح لدكتور جابرييل. دكتور جابرييل، لا شك أن إدارة بايدن متهمة بأنها إدارة مصابة بالشيخوخة، أو ليست على إيقاع أمريكا الآن، يعني كما كانت أيام ترامب. سؤالي، هناك أخبار عن لقاءات سرية أو لقاء سري جمع بين مسؤولين مصريين وإيرانيين في عمان أو عمان. سؤالي لحضرتك، إلى أي مدى تتوقع بخبرتك السياسية أن تحترم النظام المصري مثلا، أو أي الأنظمة التي يسعى لدمجها الرئيس بايدن، إلى أي مدى هذه الأنظمة قد تستطيع احترام هذا الاتفاق وتتعامل من خلاله كما ترى إسرائيل وأمريكا؟ والأعتقد بأن هناك نوعين أساسيين في ما يحصل في الشرق الأوسط. أولا، العلاقات الاقتصادية أو المتطلبات الاقتصادية بين هذه الدول وإسرائيل. لا شك بأنها علاقات متينة قوية. إسرائيل بحاجة إلى هذه الدول، وكذلك هذه الدول بحاجة إلى إسرائيل. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، الوضع الأمني الذي يحصل في الوقت الحاضر والتهديد الإيراني للمنطقة هو تهديد حقيقي. إذن وجدنا في السابق كيف أن الصواريخ أطلقت باتجاه إبقيق مصافي النفط في السعودية من قبل منظمات تابعة لإيران، منظمات عراقية. ووجدنا كيف أن الحوثيين كانوا يطلقون الصواريخ باتجاه الرياض وجدة والمطارات السعودية. إذن هناك خطر حقيقي. هذه الدول وجدت بأن إسرائيل ليست خطراً على وجودها، ولم نسمع في أي يوم من الأيام بأن إسرائيل هددت باحتلال مثلاً مكة أو المدينة أو الرياض أو أي بلد من دول الخليج العربي. بالعكس، نجد بأن إيران هددت وفعلياً موجودة بقوة هائلة في لبنان مثلاً، في سوريا، في العراق، وفي اليمن أيضاً. إذن هناك تهديد حقيقي لأمن هذه الدول، مثل دول الخليج بصورة عامة. وجدت هذه الدول أنه من الأفضل
أن تتعاون مع إسرائيل إن كان من الناحية الاقتصادية أو حتى من الناحية العسكرية، لأنه لدى إسرائيل القدرات العسكرية التي بإمكانها أن تحافظ على أمن هذه. طب دكتور جبريال، يعني خليني دعني أناقشك معلش في النقطة دي تحديدا. حضرتك ذكرت هذه حقائق أن إسرائيل لم تهدد أي دولة عربية منذ قيامها من سنة 48 على حد يعني تعبير أو حد ساعة التطبيع، لكن إيران طوال الوقت تهدد الدول العربية أو هددت الدول لديها مقاتلين بالحفاظ على أمن إسرائيل. آخرهم بايدن أعلن على حفاظه أو حفاظ أمريكا على أمن إسرائيل. السؤال الآن، إذا كانت إيران بهذا التهديد أو بهذا الحجم من التهديد، فلماذا لم تسعى أمريكا إلى ضربها واحتلالها كما فعلت مع العراق؟ يعني هناك نوع من التساؤل عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة أن تقوم بعمل عسكري في الوقت الحاضر. لا أعتقد بأنها سوف تقوم بهذا العمل بالنظر إلى ما يحصل في أوكرانيا، وكذلك كما ذكر الزميل الكريم العلاقات الأمريكية الصينية ليست على ما يرام. تفضل إدارة بايدن والشعب الأمريكي أن تتخذ السبل الدبلوماسية إدارة بايدن لحل هذه المشكلة، ومن جملة هذه السبل عودة إيران إلى التفاهم النووي. دكتور جبريل، ومن ضمن هذه السبل أيضا تكوين حلف مشترك بين 4 دول لمواجهة إيران. نعم. حلف عسكري. نعم نعم، لأنه إيران يعني انظر إلى ما حصل في الدول التي إيران تدخلت فيها. لبنان كان يعتبر سويسرا الشرق. صحيح. كان الدخل القومي عالي، الثقافة، الحضارة، السياحة، من جميع كان لبنان بلد يعني كتير حلو. تغير اليوم إذا رحت على لبنان تجده أقل من دول العالم الثالث. صحيح. لك ما يحصل في سوريا، 500,000 قتيل، شو عم يعمل الجيش الإيراني في سوريا مثلا؟ أو اليمن. صحيح. العراق بلد ثري، يصدرون كل يوم 5 ملايين برميل من البترول. يعني المفروض يبقى العراق بلد سلمي. لا. اقتصادي. لا. ولكن إيران غيرت هذا. أنا فهمت وجهة نظر حضرتك، لكن خليني أسأل السؤال الأخير للدكتور أسامة. دكتور أسامة، يعني إلى أي مدى تستطيع أن تتفق أو تختلف مع الدكتور جبريل بأنه وهو لديه كل حق أن إسرائيل لم تهدد دولة عربية طوال قيامها من 48 حتى الآن، بينما إيران طوال الوقت تهدد الدول العربية باحتلالها بضربها، ترسل أيضا إيران بعض ميليشيات التابعة لها كحزب الله أو حوثيين في اليمن لضرب المنشآت النفطية في السعودية، إذن إيران تشكل خطر حقيقي. إلى أي مدى تختلف أو تتفق مع ده؟ أنا أظن أني أختلف معكم الاثنين. يعني أي بس أنا لم أتفق مع الدكتور جبريال. على فكرة يا دكتور أسامة، أنا لم أتفق، بالعكس أنا تناقشت مع الدكتور جبريال وطرحت عليه لماذا إذا إيه بخطر؟ إسرائيل لم تهدد أي دولة عربية. هي إسرائيل وين موجودة اليوم؟ موجودة في فلسطين. إسرائيل تحتل أرض سورية. إسرائيل تحتل أرض لبنانية. إسرائيل تحتل لا زالت أجزاء من مصر ومن الأردن، مع أنهم بيقولوا أنه إيلات ليست أردنية وليست مصرية، مع أنه إحنا بنعرف أنه القاعدة غير هيك اليوم. حتى أنه تتنازل مصر عن تيران وصنافير لازم توافق إسرائيل يعني. فكل هذا والضربات التي وجهتها للسودان وللعراق ولتونس وغيره، كل هذا احنا نسينه بداية. لكن خليني أضيف لك شيء آخر. إسرائيل هي حاملة طائرات غربية موجودة في المنطقة من حيث التأسيس. هي إذا رجعنا إلى وثائق التأسيس منذ وعد بلفور وغيره، إسرائيل أرشئت لتقوم بدور هذا استنزاف المنطقة. اقرأ إعلان القدس اليوم الذي وقع على الشراكة الاستراتيجية، اقرأ لغته. هذه لغة استنزاف للمنطقة، هذه لغة لإبقاء هناك هذه القوة المارقة
التي تبقى تتحكم بالجميع. طيب دي إسرائيل يا دكتور، لكن هل تختلف مع الدكتور جبريل لا. على أنه إيران خطر حقيقي في المنطقة؟ خليني أقول، أنا لا أرى بداية. إسرائيل من حيث التعريف، من حيث النشأة، هي خلقت لاستنزاف المنطقة وخنجر في المنطقة، واحد. اثنين، إيران من حيث السياسة ومن حيث الجرائم التي ترتكبها هي عدو للأمة العربية اليوم بسبب سياساتها. لكن أنا لا أستطيع أن أتكلم عن إيران أنها طارئة في المنطقة. إيران ليست طارئة في المنطقة، والعار والعيب ليس في إيران فقط، إنما العار والعيب في العرب. العرب لم يطوروا مشروعا ولم يطوروا قوة للتصدي لإيران، لأن السعودية هذه الدولة التي تصرف من أكثر من أعلى خمس دول في العالم إنفاقا عسكريا، لا تستطيع أن تتصدى بكل أسلحتها لإيران، وإيران دولة متخلفة عسكريا مقارنة بالسعودية من حيث نوعية السلاح وحجم السلاح بالمناسبة. لكن السعودية لا تملك جيش ولا تملك قيادة ولا تملك قوة حقيقية. دكتور أسامة، دكتور أسامة، أنت تعلم أكثر مني أن المسألة ليست دفاع عن أمن السعودية، ولكن أن هناك صك كما ادعى البعض أن تعيين أي حاكم عربي، البعض يقول ذلك، لابد أن توقع عليه الإدارة الأمريكية، وإلا لن يبقى هذا الحاكم. إذن المسألة ليست دفاع، باعتبار أن حضرتك قلت الأسلحة كويسة في السعودية وجيدة جدا وقوية جدا، إذن المسألة ليست أمن، ليست دفاع عن أمن السعودية. يا سيدي، ولماذا أنا ألوم إيران إذا إيران حققت استقلال لها؟ مع أني أنا لا أحب إيران ولا أقبل سياسات إيران، وإيران عدو لنا بسياساتها، لكن لماذا إيران استطاعت أن تحقق استقلالا ونحن العرب لم نستطع أن نحقق استقلال؟ لا توجد دولة عربية واحدة، لا السعودية ولا مصر، قادرة على أن تنهض بذاتها. الحل الوحيد يكون في اندماج عربي. الآن سميه الاندماج وحدة، سمي الاندماج تكامل، سميه بأي صيغة أحببتها، لأنه في ناس لن تتنازل عن عروشها وكرسها. لكن العالم العربي، الدول العربية عاجزة عن أن تنهض بذاتها. مصر اليوم، لاحظ، مصر قوة إقليمية كبرى، بشرية، قوة بشرية كبرى، قوة عسكرية كبرى، لكنها عاجزة حتى عن أن تواجه أثيوبيا. أيوة. حتى في خضم غرق أثيوبيا في حرب أهلية كانت عاجزة أن تغير المعادلة. فأنت إذا لا تستطيع أن تتحدث عن وجود دولة عربية واحدة قادرة على النهوض بذاتها، لا السعودية ولا مصر ولا الأردن ولا المغرب ولا الجزائر. الحل الوحيد أنه يكون هناك وحدة، لكن لا أقول لك لا، الوحدة هذه أمر مستبعد أو التكامل مستبعد لأنه غير واقعي. فما الواقعي؟ أنه نتعاون مع إسرائيل اللي نحتوي إيران، في حين أن إسرائيل ليست صديقة لنا، وإسرائيل ليست حليفة لنا، وإسرائيل لن تسمح بنزف قطرة دم إسرائيلية واحدة من أجل الإمارات أو السعودية، كله من أجل إسرائيل. وكما قال لبيد اليوم، قال لبيد، قال أن إسرائيل تعلمت درسا من الماضي، أنه ينبغي أن تكون لديها القوة الذاتية للدفاع عن نفسها. بمعنى آخر يقول لبايدن، لن نعتمد على أمريكا للدفاع عن أنفسنا، نحن سندافع عن أنفسنا، فأعطونا السلاح وأعطونا التكنولوجيا وأعطونا كل شيء، لكن نحن عندنا عرب نريد مظلة أمريكية ونريد مظلة إسرائيلية، وإذا المظلة الأمريكية لم تكن كافية قد نستعين بروسية أو صينية، رغم أنهم لا يستطيعون أصلا لأن السلاح كله أمريكي. قصة طويلة يعني. فالآن نحن الواقع لا ينبغي أن نشرعن أن نجمل الواقع الآسن، وصلت وجهة نظرك، لأنه البحث عن البدائل وكأنه أمر مستحيل. لا، البدائل موجودة، لكن هناك من لا يريد ويريد أن يبقى في خانة العبيد إلى أبد الآبدين. دكتور أسامة أبو رشيد، الكاتب والباحث السياسي، بشكرك جدا يا فندم. دكتور جابرييل، السؤال الأخير، إلى أي مدى تتوقع حضرتك أن تستفيد، أي يستفيد الداخل الأمريكي من زيارة بايدن للشرق الأوسط؟ وسريعا إذا تفضل. لا أعتقد بأنه سوف يكون إفادة كبيرة للولايات المتحدة على صعيد النفط، ولكن قد يكون هناك نوع من يعني الرضا عن إسرائيل بأن تندمج مع الدول الإسلامية في المنطقة، وأن يكون هناك نوع من الدفاع المشترك في المنطقة، لأن دفاع من هذا النوع يحمي الدول الخليج بصورة خاصة، ويحمي إسرائيل ويحمي الولايات المتحدة. بشكرك دكتور جبريل سوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. بشكرك جدا يا فندم، بشكرك. شكرا عزيزي. شكرا. الحقيقة يعني أنا مع كثير من اللي قاله الدكتور أسامة أبو رشيد، إنه الأنظمة العربية لا تستطيع القيام لوحدها أو أنها تنهض لوحدها، وأنها تحتاج إلى مظلة إسرائيل وتحتاج إلى مظلة أمريكا.
وأن السعودية وهي الدولة رقم واحد في استيراد الأسلحة لا تستطيع أن تقف أمام الخطر الإيراني، وأن إيران رغم كل مساوئها وكل عيوبها ليست كدولة قامت على حق دولة تانية خالص تاريخيا وجغرافيا، إنما هذا هو حلم العرب للأسف. الحلقة خلصت، إلى أن أراكم إن شاء الله يوم الأسبوع القادم، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.